الصباح رواية جميلة تخبرنا أن الأماني مهما تأجلت سيأتي فجرها لتشرق من جديد فيتجدد الأمل بالله. صباح النور مشاهدينا. صباح النور وعد. صباح الخير والأمل، صباح جديد نترافق فيه وإياكم على مدى 3 ساعات من بيروت مع فقرات ومواضيع جديدة ومتنوعة، مواضيع تلامس حياتنا اليومية وتهم جميع المشاهدين من المحيط إلى الخليج. فماذا في فقرات صباح النور لليوم السبت 30 من ديسمبر 2017؟ نتابع. البداية مع نبض الشارع العربي وما الذي أفرحك أو أحزنك كثيرا في العام 2017. أمور بسيطة لكن تأثيرها كبير في الحياة حلوة. كتاب وشعراء غادرون في هذا العام، موضوع فقرة كتاب. أبرز أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في هاشتاغ صباح النور. إضاءة على الفيلم الوثائقي هجرة بطعم الإسمنت. أحدث تصاميم ربطات عنق الفراشة في لايف ستايل بالعربي. أبرز الأفلام الأجنبية للعام 2017 في الفن السابع. تقرير عن فيلم هوستايلز من هوليوود. المغنية اللبنانية ميسا قرعة في فقرة نغم. أما ألذ الأطباق فمع الشيف جوستاف والشيف نور في ولا أشهى. كالعادة نستهل صباحنا من الزاوية الأشهى، مطبخ صباح النور، ونتوجه للشيف جوستاف. والشيف نور صباح النور. صباح النور. كيف كل يوم؟ الحمد لله تمام. ماذا لدينا؟ بنقلكم أنا بقلكم أوهايو جوزايمس، يعني صباح الخير بالياباني. لأنه اليوم رح أخذكم على تجربة يابانية كيف طريقة عمل التيبانياكي أي المشاوي اليابانية ولكن في البيت. حلو. أنا محضركم شيء تشوكلت بالكراميل، نصبه بهالطريقة بعدين بدنا نزينه بطريقة كتير حلوة. إذن بالانتظار، يعني اليوم سفرتنا يابانية بامتياز والحلو دائما كتير حلو. مشاهدينا أنتم يمكنكم التواصل معنا عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة أمامكم أسفل الشاشة، وللاطلاع على آخر المستجدات وعناوين الصحف العربية الصادرة لليوم تنضم إلينا الزميلة رويدة بوعيد في فقرة مع الخبر. يعني صار عندك اليوم خبر مهم جدا عن التغيرات المناخية والفلكية اللي بتصير. صحيح، عندها خطأ تقني صغير وحتى يتم معالجته جايبت لكم خبر جميل جدا ومبشر، أنه الأول من يناير لن يكون فقط هو الأول من السنة الجديدة ولكنه يحمل حدثا آخر. أول يوم من العام الجديد لن يكون الأول فقط، بل سيشهد كذلك ظاهرة فلكية لا تحدث يوميا، وهي اكتمال القمر العملاق أو ما يعرف بقمر الذئب. حسب ما أكدته وكالة ناسا، اكتمال القمر يحدث عند ظهور القمر ضخما وواضحا في السماء، ويبدو القمر في هذه الحالة 14% أكبر و30% أوضح من القمر في حالاته الطبيعية بالنسبة للمشاهد على كوكب الأرض. وكانت المرة الوحيدة التي ظهر فيها القمر مكتملا بكل هذا الوضوح خلال عام 2016 في يوم 3 ديسمبر. نظرا للاختلاف في التوقيت فإن عدة مناطق من العالم ستشهد القمر مكتملا ثاني يوم أو الثاني من شهر يناير، كما ستتكرر هذه الظاهرة في آخر يوم من الشهر ذاته، غير أنها ستكون مختلفة قليلا. يتعلق الأمر بما يصطلح عليه القمر الأزرق، هي ظاهرة لا تحدث إلا كل عامين ونصف تقريبا. وبحسب وكالة ناسا فإن ليلة القمر المكتمل ليوم 31 يناير كانون الثاني ستشهد كذلك حالة خسوف قمري كامل.
تحدث عندما تلتقي كل من الأرض والشمس والقمر في خط واحد، أي حالة اقتران كامل. الشكل سيجعل الأرض تحجب ضوء الشمس الذي ينعكس من القمر. ونقل موقع شبكة CNN الأمريكية أن هذا الحدث سيكون مرئيا في غرب أمريكا الشمالية مرورا بالمحيط الهادي إلى شرق آسيا، أي أنه لن يكون مرئيا أو شديد الوضوح في عدة مناطق على سطح الأرض. وتشكل هذه المناسبة الفضائية فرصة للكثيرين لأجل الاستمتاع بظاهرة فلكية تتضمن منظرا جميلا، وبالتأكيد هي تحيي الرومانسية عند الكثيرين، صحيح؟ صحيح، يعني هذه الظاهرة تتكرر مثل ما ذكرتي ليس دائما، والجميل أنه التكنولوجيا والتطور يعني أوصلنا هذه التقنيات اللي بنشاهد فيها هذه الظواهر الفلكية بصورة أوضح وأجمل. والجميل أيضا أنه القمر العملاق هو ما يعرف بالعامية وبأحاديثنا عندما نعبر عن شيء هيك مدهش وبغاية الجمال نقول قمر 14. والغير معروف لماذا هذه التسمية؟ التسمية لأنه في دورة القمر في اليوم 14 بيكون بالحجم الكبير مكتمل. طبعاً نعم في دورته الفلكية وليس في الشهر العادي، فلهذا نقول قمر 14 عندما يكون القمر عملاق ومكتمل أو أيضاً يدعى بدر. صحيح. المؤسف انه في بعض المناطق لن يكون هذا الظهور في الحجم بالحجم الكبير يعني واضح، ولكن الرائع ان الاشخاص من المناطق التي يظهر فيها القمر بشكل جميل او بشكله الواضح بيقوموا دائما بالتصوير وبيرفعوا الصور على مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، واحنا بنقدر ان نشوفها. ومعانا واحده راويه في الاستوديو عندها تليفون جديد وانا متاكده انها حتستعمله عشان ما تصور القمر، صح؟ اكيد بلا اي شك يعني. ولكن عادة عندما يكون هناك ظاهرة خاصة بالشمس بيكون الموضوع شوي موضع ترقب وخوف. صح. وحماية، ونلجأ إلى وضع النظارات وهيك منخاف، عكس تماما ما يحدث في حالات اكتمال القمر. بالعكس بيكون في ترقب لمتابعة والتأمل بجمال القمر مكتمل. صحيح، من زمان حتى الشعراء، حتى اللي بيغنوا، حتى اللي العاشقين معروف. صحيح. أنه عندهم ارتباط كبير بالقمر أو بالليالي اللي بيكون فيها القمر كبير. في بعض المناطق هناك أساطير كثيرة مربوطة باكتمال القمر، وأفلام اتعملت. صحيح. أفلام دراكولا كانت مبنية على أنه اكتمال القمر بيطلع. لطالما كانت النجوم والقمر موضع ومضمون العديد الشعر. من الشعر. الشمس أكيد ذكرت بالعديد من الأشعار. يعني الحلو أنه مش قد القمر. الحلو أنه هذه الظاهرة الفلكية كلنا بنتمتع فيها، كان عنا ظاهر هذا القمر والكان لا، ولكن أمرنا اليوم ما نرجع لعندها. نعتذر مشاهدينا يعني عن الخطأ التقني الذي حصل. سنستكمل فقرتنا السياسية مع العناوين الصحف وأيضا الموجز. هاي مفاجآت آخر السنة. طبيعي. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، وهذا موجز لأهم الأنباء. أعلن الصليب الأحمر الدولي أنه تم إجلاء 85 شخصا بينهم 29 مريضا في حالة حرجة من منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة في ريف دمشق إلى مستشفيات داخل العاصمة السورية لتلقي العلاج. في غضون ذلك تجري استعدادات لإخراج مقاتلي المعارضة وعدد من الأهالي من آخر معاقلها في غوطة دمشق الغربية، حيث وصل عدد من الحافلات إلى منطقة بيتجن لنقل المسلحين والأهالي باتجاه محافظتي درعا وإدلب. وقدرت مصادر في المعارضة عدد الأشخاص الذين سيتم نقلهم ب400 شخص، غالبيتهم من المدنيين. تبنى تنظيم الدولة المسؤولية عن هجوم استهدف كنيسة مارمينا في حلوان جنوب القاهرة وأودى بحياة 9 أشخاص. وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت أن مسلحا يستقل دراجة نارية قتل شخصين داخل أحد المحال التجارية قبل أن يتوجه إلى الكنيسة ويبدأ بإطلاق النار، متسببا بمقتل 7 أشخاص بينهم ضابط شرطة، وأصاب 4 آخرين قبل أن يقوم عناصر الأمن باعتقاله بعد إصابته بالرصاص دون أن يتم تأكيد مقتله. وقالت الشرطة في بيان إن منفذ الهجوم هو أحد أبرز العناصر الإرهابية الخطرة، وإنه نفذ عدة هجمات سابقة أدت إلى مقتل عدد من أفراد الشرطة.
قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس إنه لولا جهود الولايات المتحدة لوقع المزيد من الضحايا في صفوف المدنيين في اليمن. وأشار ماتس في حديث للصحفيين في وزارة الدفاع الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة تبذل جهودا كبيرة لتفادي استهداف المدنيين، وأن واشنطن وحلفائها ملتزمون بمعيار سلامة في اليمن لم يلتزم به أحد في أي حرب سابقة بحسب تعبيره. تصريحات ماتس تأتي بعد يوم من نشر الأمم المتحدة بيانا تكشف فيه أن غارات التحالف قتلت 109 مدنيين في نحو أسبوع، واصفا الحرب في اليمن بالعبثية. دعت الخارجية الأمريكية دول العالم إلى دعم الشعب الإيراني ومطالبته بحقوقه الأساسية وإنهاء للفساد، مدينة اعتقال المتظاهرين. هذا في وقت توسعت الاحتجاجات في إيران لتشمل عدة مدن رئيسية بينها طهران وقم وكرمنشاه وأصفهان، بعدما كانت شرارة التظاهرات قد انطلقت الخميس من مدينة مشهد ثاني أكبر مدن إيران. وركزت الشعارات التي رفعت خلال الاحتجاجات على انتقاد سياسات الحكومة الاقتصادية والخارجية، في حين استهدف بعضها أيضا الرئيس الإيراني حسن روحاني والمرشد علي أكبر خامنئي. قالت الشرطة الأمريكية إن 3 أشخاص قتلوا في حادث إطلاق نار بولاية تكساس. وأضافت الشرطة أن عاملا سابقا في ورشة لإصلاح السيارات في هيوستن أطلق النار باتجاه زميلين سابقين له، مما أدى إلى مقتلهما على الفور قبل أن يقوم بقتل نفسه داخل أحد الساحات القريبة. واستبعدت الشرطة أي خلفيات إرهابية للحادث. عشرات آلاف البالونات الملونة ملأت سماء مدينة ساو باولو البرازيلية خلال الاحتفالات التقليدية للمدينة بمناسبة حلول السنة الجديدة. وتجمع السكان في وسط المدينة بينما كانت البالونات القابلة للتحلل ترتفع فوق رؤوسهم. هذا الاحتفال الذي أصبح تقليدا في المدينة منذ عام 92 تنظمه غرفة التجارة في ساو باولو التي تعتبر مركز البرازيل المالي. يعني مثل ما قلت رويدة، إلى أعوام عديدة البرازيل عم بتقوم بإطلاق البالونات في مناسبات احتفالية عدة ومنها احتفالات رأس السنة. وهون بحب شير لموضوع أنه حتى البلدان التي تعتمد عادة كما هو شائع في العالم أنه إطلاق المفرقعات والألعاب النارية يعني هو أمر مؤذي نسبيا إذا منقارنه بالبالونات، وبعض الدول أصبحت تعتمد بدلا من الألعاب النارية ألعاب الليزر أو البالونات. صح. حتى مثل ما أشرنا بالخبر إنه البالونات قابلين للتحلل، هذا أمر رائع. صح. يعني تحية مزدوجة للبرازيل. صح. ولازم هيك. وعلى فكرة هن كمان عم يحتفلوا التجار بهذه المناسبة، لأنه هي يعني كمان التجار اللي أطلقوا هذا الاحتفال منذ 25 عام، إنه هن مبسوطين هاي السنة إنه في صار تحسن طفيف بشغلهم بالاقتصاد البرازيلي بعد النكسة اللي صارت منذ عامين. صحيح. فأطلقوا 50,000 بالون. صحيح. للاحتفال. وهو أمر أكيد بغاية الجمال، ومثل ما قلنا ما في له أي أثر سلبية. صح. إلى عناوين الصحف. إلى عناوين الصحف مشاهدينا، نبدأ بصحيفة القدس العربي التي عنونت اليوم حول القدس وقالت 9 قتلى في هجوم على عنونت عن مصر. 9 قتلى في هجوم على كنيسة قرب القاهرة والأهالي اعتقلوا المنفذ. إلى صحيفة الراية القطرية التي تناولت ملف الميزان التجاري القطري وقالت نمو الفائض التجاري يؤكد فشل الحصار، قفز إلى 136 مليار ريال في 2017 بزيادة 48% من عن العام السابق. إلى صحيفة الدستور الأردنية التي تناولت طبعا الهجوم الإرهابي أيضا في مصر وقالت هجوم إرهابي على كنيسة في حلوان 10 قتلى والشرطة قتلت مهاجما واعتقلت آخر. إلى صحيفة الزمان العراقية التي عنونت عن التطورات في السليمانية وقالت اعتقالات جديدة في تظاهرات السليمانية ضد الفساد بكردستان العراق. صحيفة الجمهورية اللبنانية أجرت جردة سياسية لأحداث لبنان والمنطقة في عام 2017 وقالت لبنان والمنطقة سنة التحولات. وإلى الخبر الجزائرية والتي جاء في عنوانها تنازلات بالجملة، السلطة تتبنى استراتيجية استرجاع المطلب الأمازيغي. إلى عناوين صحيفة العربي الجديد في عددها اليوم وفي العناوين الرئيسة مصر الإرهاب يسرق فرحة الأعياد.
النظام السوري والأكراد نحو الاشتباك. في صورة الغلاف الأمازيغية نفض الغبار. وفي زاوية الحدث الرصاص الحي يواجه رابع جمعة غضب من أجل القدس. أما كاريكاتور اليوم بعنوان الأمير هاري للفنان علي المندلاوي. هذا كان أبرز ما جاء في عناوين الصحف العربية الصادرة لهذا اليوم. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة. أما الآن فعودة إلى الزميلات. شكرا لك رويدة. ولكن قبل ما تغادرينا بدنا نسألك، لا شك بأنه 2017 كان عام مليء بالأحداث السياسية اللي منا كتير جيد، ولكن صح. على صعيد حياتك بشكل عام، ما الذي أفرحك وما الذي أحزنك بال 2017؟ بشكل عام الحمد لله كانت يعني الأمور المفرحة أكثر. أهم حدث بحياتي أنه بهذا العام دخلت عام 30 واحتفلت فيه طبعا مع الأهل والأصدقاء، وكان شيء جميل كمان أني سافرت كتير هذا العام، وهذه من أهم هواياتي وأجمل هواياتي. أما مثل ما قلتي على الصعيد مش شخصي، على صعيد عالمنا العربي كان في أحداث كتير أليمة طبعا. صحيح. على رأسها ما حصل في القدس للأسف. صحيح. وبالأمس يعني مصر تختتم العام كمان بأكثر من هجمة إرهابية كانت. صحيح. كمان بكنيسة مرة جديدة كمان هذه المرة، يعني منعزي الجميع طبعا، تعزينا للشعب المصري الشقيق. يعني كل التوفيق بال 2018 الأولى. بتفائل بالإيفن نمبرز، بالأعداد المزدوجة فإن شاء الله. إن شاء الله خير. بدي أتوجه لعند شيف نورة، شيف جوستاف، لنعرف كيف كانت سنة 2017 عليكم. 2017 كانت كتير حلوة لأن صرنا بالعائلة التلفزيون العربي، هذا كتير بيبسطنا، وأكيد زعلانين على عم بيصير بالدول العربية اللي بيخلي الشخص العربي بقلة ثقة بالدول العربية أنه أنا بدي ضلني بالدولة العربية أو بلبنان، أو أنه بفضل سافر على دولة أوروبية أو أمريكية. أمان أكثر لأنه عم فتش على الأمان، مش عم فتش على المصاري أو الرفاهية. صح. فعلا هي 2017 كانت مختلطة المشاعر ما بين، على الصعيد الشخصي الحمد لله كانت سنة جيدة جدا، ما عندنا أي شكوى عليها، ولكن شكوتنا للي عم بيصير حوالينا من كل البلاد العربية. بنأسف على اللي بنشوفه كل يوم، ونتمنى أنه ما نخسر ولا روح زيادة من اللي خسرناه هون، والله يرحم شهداء الجميع إن شاء الله. شكرا لكم. سارة. أنا دائما أكثر شيء محزن بيحصل لكل إنسان إنه يفقد الناس اللي هو بيحبهم جدا. صحيح. أو يغيبوا عن حياته. يمكن فقدت ناس عزيزين علي في 2017. الأخبار السياسية كانت مؤلمة ومزعجة في كثير من الأحيان. صحيح. وخصوصا حادث امبارح، بنحب يعني انا حابه اعزي كل الشعب المصري، وبخصوصا انه صار مرتبطه فتره الاعياد عندهم بمثل هذه الممارسات الاجراميه بكل الدول العربيه وفي تجمعات بالتاكيد. لكن على الصعيد الايجابي بفتكر انه 2017 بالنسبه لي كانت سنتي تماما. كل الاحداث الرائعه حصلت معايا، السفر، الانتقال من مكان الى مكان ثاني، حياه جديده، عمل جديد، ابني بيتقدم بطريقه حلوه، فكانت سنه خليه يقول رائعة إجمالا. جميل يعني. وإنتي؟ إن شاء الله ده. خلينا نشوف أول شيء كاميرا صباح النور جالت على عدد من العواصم العربية وطرحت السؤال التالي اللي سألته على زملائي، ما الذي أفرحك أو أحزنك في عام 2017؟ الإجابات طبعا تنوعت، نتابع. جيت على لبنان ب 2017 وده شيء كتير يعني حلو يعني. 2017 أبشع سنة. صار لي 14 سنة وما محصل على تعيين، ما حصلت فرصة تعيين. 14 سنة متخرج. لأنه لا في أشغال ولا في مصاري. شوارع هواي قامت تنفتح ببغداد. أنا بالنسبة لي كطالب يعني فرحت بنجاحي. اللي فرحني برشا هو معناه نجاح ولدي. 2017 كانت منيحة معي، بس هلأ بالوضع الآخر شيء صارت مش منيحة. أحسن شيء صار معي أني تعرفت على صديقة كتير كتير حبيتها. أحلى شيء بال 2017 أنه عرفت على الشخص اللي رح كمل معه حياتي، أنه راح يصير عندي بيبي. جالي صبي سميته آدم. بلشت شغلة جديد. رجعت من تركيا للعراق لأن شفت أهلي
بعد 7 أشهر أنا ما شايفه. على مستوى العربي ربما أسوأ شيء ما حصل هو الذي حصل في القدس. المواقف المحزنة بها فقدت هو عالم بانفجارات. تونس بلادي حزنتني برشا. كيفاش وليت والعنف والعبد حتى كولا كيمشي يبدأ خايف. الحمد لله 2017 داس مزيانة كاين شي أمور كيكونوا شوية قاصحين ولكن الحمد لله بتوفيق ديال الله كندوزوهم. نحاول نمارس غرامي كيف ما تراو أني أنا نحب ندور تونس. أسوأ شيء كان في 2017 طبعا الحصار لدولة قطر. المشاهد المحزنة اللي مرت على العراقيين كثيرة ولا زالت مستمرة، لكن في طبعنا احنا دائما فرحين ونتأمل الخير. تعرفت على رفقتي والحلو كمان اشتربت بدي انقل عليه. نتأمله 2018 يكون معنا في الخير. يعني سارة لا شك بأنه أجوبة الشارع العربي تنوعت بين الترقيات والتقدم بالشغل والحياة الشخصية والحزن على واقعنا. صح على أشياء كثيرة وأحداث تحصل في أوطاننا، ولكن دائما لازم يكون عندنا تفاؤل بأنه العام المقبل سيكون أجمل وأجمل. روية حتقولي شو بدي سارة؟ ما الذي أحزنك وما الذي أفرحك في 2017؟ هلا لا شك أنا أؤمن بمبدأ النسبية بالحياة، بأنه الله بيعطينا وبياخد بنفس الوقت. 2017 كانت كثير أحسن من الثلاث سنوات اللي قطعوا بحياتي الشخصية على صعيد العمل وعلى كثير أصعدة، فأنا متفائلة أنه 2017 كانت كثير حلوة و2018 هتكون حلوة. كفاية أنك تعرفت علي يعني. طبعا هيدا شرف. إنجاز شرف. مشاهدينا سنتوقف الآن مع أول فاصل بصباح النور، يتليه العديد من الفقرات. ابقوا معنا. صباح النور من جديد مشاهدينا. في حياتنا اليومية يشغل تفكيرنا أمور عديدة تلهينا عن أمور بسيطة لها أثر إيجابي في حياتنا، فما هي؟ الجواب مع المدرب في علم النفس الإيجابي ميلاد حتشيتي في فقرة الحياة حلوة. في أحلى من أنه نودع السنة معكم؟ نحن سعيدين بوجودك معنا. شكرا. وفي أحلى من أنه نودع بإيجابية؟ معك حق. ما هي هذه الأمور البسيطة التي تحدثنا عنها؟ اليوم رح نحكي عن ثلاث أمور بسيطة عنا، يعني الإنسان بيمتلكون وعندهم نعم كثيرة والإنسان ما كتير بيركز عليهم، يلي هن التنفس، الحواس، والحركة. ثلاث أمور نحن بس نخلق، يعني بيكون الولد هو وصغير عم بيناضل لحتى يبلش يتحرك ويقوم ويصير يعرف يلقط الأشياء ويروح ويمشي، وبس يكبر بصير كل الوقت قاعد. تخيلوا ملا معضلة، يعني الولد الصغير لما بيصيروا أهل بدون يقعدوه بمحل هو بده يتحرك ممكن يبكي لساعات، وبس يكبر شو بيصير يعمل؟ بيقعد بدل ما يتحرك. والحواس أكيد لأنه عنا حواس من خلالها نقدر نشوف كل يوم الدنيا بطريقة متجددة وما بنستعملها، والتنفس أكيد رح نحكي عنهم بالتفصيل. يعني لازم حتى نحس بالإيجابية وبالسعادة لازم نشغل حواسنا المختلفة، ولكن البعض بيقول أنه مثلا التنفس أو الحركة هذه أمور لا إرادية، يعني مش ضروري كثير نفكر فيها. صحيح. كيف علم النفس الإيجابي بيقلنا أنه نفكر فيها وبأي طريقة؟ كثير حلو سؤالك وعد، لأنه مزبوط أنه هودي إشياء بتصير معنا لا إراديا ومش إحنا بنتحكم فيهم. يعني أنا مش كل يوم وكل ثانية بقولها على عم بتنفس قديش عم بتنفس، بس اليوم علم النفس الإيجابي وفي كثير من التقنيات النفسية اليوم بتشجع على أني مثلا اتنفس بطريقة واعية. أول شيء لإعادة التوازن لجسمي جسديا. نعم. يعني لأنه التنفس لما بتنفس بطريقة واعية بيرجع جسمي بيعمل توازن حتى توازن عضوي. والتاني شغلة لأنه اليوم أنا في تقنيات كتيرة خاصة يلي إلها علاقة مثل ما حكينا قبل بالتنبيه الذهني أو بالحضور الذهني، يعني ما يعرف بالمايندفولنس اليوم. نعم. اليوم أنا لما بتنفس وبس بركز تفكيري على نفسي بكون عم ساعد عقلي ودماغي انه شو انه يرتاحوا، وهيدي شيء صار اليوم كثير عم نشوف كثير من التقنيات وكثير من المدارس يلي بتشجع على انه كيف الانسان يعمل توازن بحياته، كيف ممكن خلي هالعقل يرتاح. عشان هيك اليوم النفس اللي عنا اياه ويلي الله عطانا اياه بطريقه هيك مجانيه، لانه تخيلي
انه الانسان اذا بينقطع نفسه لكم دقيقه ممكن يغادر هالحياه. بقى تخيلوا هالعطيه اللي كثير حلوه واللي كثير مهمه يلي انا ما بقدر قيمتها، بصير انا كيف بتنفس؟ انجا بتنفس من هون. ولاحظوا نحن اليوم بالحياه اذا هلا بننزل على الشارع بس بنراقب الناس بنشوف الناس كيف بتتنفس، بتتنفس بطريقه كثير سريعه مثل من هون، ما بناخذ نفس مثلا من كل من جوا. ولاحظوا كمان لما بنكون نحن تعبانين هالأول يمكن من أولى الإشارات اللي بتبين عن تعبنا هي تنهيدتنا، يلي هي شو؟ يلي هي نفس عميق عم نطلع فيه هالمشكلة. بقى ليش ما بطلعها أنا؟ وهون بنعملها كمان لا إرادية، أنه أنا بس بدي أتنهد بيقولوا، ومنشوف كمان بالأدب مرات أنه عمل تنهيدي كتير كبير، شو تيقولوا؟ تيقولوا أنه عم بيحاول يطلع هالمشكلة. بقى أنا لطالما لا إراديا كمان مرات لما بتصير المشكلة بحياتي كتير كبيرة بتنهد هالتنهيدة الكبيرة، ليش ما بعملها إراديا وعن جد باخد نفس وبنبه ذهني خلال النهار أكتر من مرة أني أنا اتنفس بطريقة واعية وكبيرة لحتى يرجع جسمي يعمل توازن. كيف الطريقة اللي بنتنفس فيها بالطريقة الواعية؟ يعني كيف ممكن ننقل تفكيرنا من الانشغال بأمور ممكن تكون في نفس الوقت أو قد تحدث، لأنه إحنا بنحب الخيال السلبي، يعني بنحب نفكر في أشياء سلبية، فكيف ممكن عن طريق التنفس ننقل نفسنا من حالة التفكير والشردان في المشاكل الى حاله التركيز على التنفس اللي احنا فيه. كمان هون يلي عم بتقولي ساره في كثير من التقنيات او من يعني من التمارين اللي ممكن اعمله، بس واحد كثير بسيط ومنعلمه للاولاد يلي هو بنسميه بالانجليزي ستوب بريث اند سمايل، يعني اس بي اس يعني. وهيدا ليش بنعلمها للاولاد؟ بنعلمها للاولاد لانها بسيطه ولذيذه، يعني توقف تنفس تبسم. هالتقنية ليش بنعلمها للأولاد؟ لأنه أصلا أول شيء سهل أنه نحفظها، ومثل ما قلتي لأنه نحن غالبية وقتنا منكون مش نحن يعني ما نحن القائد تبع السيارة تبع حياتنا، بكون عم نعيش على شيء اسمه أوتو بايلوت، يعني حياتنا عم تمشي نحن لحقين التفكير لحقين الشيء اللي عم بيصير. بقى واحدة من هالتقنيات أو التمارين يلي هي stop breathe and smile هي أني أتوقف لو شو ما كنت عم بعمل. افترضي كنت أنا عم بنشغل بنهاري بالمكتب، فيني أقول هلا بدي أتوقف بدي أتنفس وبدي أتحك. مجرد أني خضع دماغي لهالتقنية والتمارين البسيطة وتصير روتينية بكون عم بلش أنا عود دماغي على أنه من فترة للتاني يرجع ينتبه على أنه بظل هالعجقة الكبيرة اللي عم عيشها فيي مارس تقنيات بسيطة ما بدها شي مني وما حتاخد مني وقت، بس بتفيدني وبتفيد جسمي وبتفيد صحتي النفسية والجسدية والفكرية كمان. صحيا على فكرة بعض الأشخاص اللي بيعانوا من مشاكل صحية بيذهبوا عند طبيب أول سؤال يمكن بيسألهم كيف تتنفسوا بالليل إذا كانوا عم يتنفسوا بطريقة غلط. مزبوط. وأيضا يمكن بيفهم شو عم نقول الأشخاص اللي بيمارسوا الرياضة بالنادي وطريقة التنفس اللي بتعطيهم طاقة. 100% لننتقل إلى الحواس التانيين. نعم. الميلاد ماذا عن الحركة؟ بتعرفي نحن بحواسنا وعد صرنا لانه كمان عم نعيش بهذا الاوتو بايلوت او بهال يعني عدم القياده او هالقياده الذاتيه يلي 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 اللاوعي تبعنا بياخذنا فيها، صرنا عم نحس انه نحن حتى حواسنا ما بنستعملهم بالطريقه المضبوطه. يعني يمكن اليوم وعد لما نزلتي من بيتك توصلتي على الاستوديو قطع قدامك كثير صور كثير حلوه بس انت ما انتبهتي لهم. نعم. وفي أصوات ما انتبهتي لهم، وفي رائحة ما انتبهتي لها، وفي ملمس ما انتبهتي له. سو كمان إنه ليكو شو بسيطة الأشياء وعنا نحن الحواس أني أنا أقدر شوف أشياء كل يوم بطريقة جديدة ومتجددة. هيدي الأولاد عندهم إياها نحن فقدناها. وأنا بعرف إنه أنتم مع أولادكم لما يمكن أول مرة فرجيتوهم الأشياء سمعتوا شفتوا ولدكم فتح عيونه وسمعتوا مثل صرخة صغيرة عم يعمل منقول انه اف عم يشهق قد منه، هيدا الشعور اللي اسمه ذا او، يعني حس الولد انه هو جزء من شيء كثير كبير وشيء جديد. مشكلتنا بس نكبر منبطل نشوف الاشياء بتجدد. وهيدي كمان دعوه اليوم باخر يوم من هالسنه ومع بدايه سنه جديده للي عم بيتابعونا انه يبلشوا يرجعوا يساعدوا حواسهم لحتى يشوفوا الاشياء بتجدد. هلا ما بدنا نغالي ونبين انه هلا بفوت فيولون وصير عم نقول شعر ورومانسيه، بس في شوف انا وقاطع من حد بيتي يمكن في ورده طالعه سيدي الورده انا لاني ما ركزت عليها ما شفت التفاصيل وبتصير معنا انه بتقول اف
كل يوم انا بقطع من هالمحل ما انتبهت لهيدا التفصيل الصغير، هو وعد لانه انا ما شغلت حواسي بالطريقه المضبوطه. طب يمكن هون في دور ايضا للمحيط اللي نحن فيه، يعني بركي نحن مش بس مش عم ننتبه، ولكن ما في بمحيطنا اليومي هالامور الجميله والطبيعيه يلي بتشغلنا حواسنا. انا ممكن اكون مختبراها شخصيا. ليه؟ لانه بعد ما جيت لبنان فيها كم من يعني المناظر الطبيعيه الرائعه اللي بتخليك توقف السياره وتتفرج. مزبوط. حسيت انه الناس بتمشي من جنبها وانها تعودت عليها وما بتركز فيها، فانا لا بتوقفني. ففعلا انه احيانا لو انتبهنا بنلاقي. خلينا نيجي للحركه. الحركه بتعرفي مثل ما قلت بالبدايه انه الولد بناضل ليتحرك، الرجال الكبير مقضى كل حياته قاعد بسيارته عم بيسوق، وقاعد بمكتبه، وبعد ما مكتبه رجع قعد، وبالنهار راح قعد واكل، ورجع بعد مكتبه قعد، واجى على التلفزيون وقعد على اريكا وحضر تلفزيون. صو نحن مرات بننصحه انه خليك مرتاح ما تتحرك. بقى نحن كمان عندنا شيء اللي هي الحركه كثير مهمه، وما حدا بيعرف قيمتها الا الناس يلي ما بيقدروا يتحركوا. صحيح. كرمال هيك اليوم انا كمان من بين هالامور البسيطه اللي لازم نشجع عليها هو انه نتحرك. واليوم بتعرفي اثبتت الدراسات على انه في ناس بيقولوا لك انه التمارين الرياضيه ما لي جلدتهم وما عندي وقت روح على النادي، المطلوب الحركه، والمطلوب كمان مثل ما التنفس يصير ارادي ومثل ما الحواس كمان بشكل ارادي شغلها، كمان شغل حركتي بطريقه اراديه. يمكن 5 دقائق من اصل الساعه للناس اللي بيشتغلوا بمكتبهم يتحركوا رح بفيدهم. يمكن انا على الظهر قرر انه اليوم ما بدي اتغدى الغدا تبعوا المكتب انا وقاعد، بدي اتغداه انا وماشي وعم بتحرك. هالامور البسيطه كثير بتعمل فرق. اول شيء بتعمل فرق سريع، بيصير نهاري من بعدها افضل، وبتعمل الفرق كمان على المدى الطويل انه يصير عندي مناعه اكثر، يصير عندي مشاعر ايجابيه اكثر، يصير عندي تحصين اكثر على اني واجه هالحياه. الحركه اليوم بتساعدني مش بس كمان لحتى اعمل توازن جسماني، كمان بتساعدني لحتى فوت على حياتي مشاعر ايجابيه. نعم. وهيدي الحركه يلي كمان ممكن تكون واعيه، وابرزها كمان هو المشي، مثل ما بيسموه mindfulness walking، يعني المشي بوعي. يعني أنا اليوم فيني أمشي بالطبيعة بس ما أكون ماشي بوعي، بس فيني أمشي بالطبيعة وأجبر جسمي أنه حتى إجري يحسوا بالبحص اللي تحت إجري، أو بالرمل، أو بالتكستشر تبعول الطريق. هيدي شغلة كتير مهمة بتساعد، بيكون كمان دماغي عم يرتاح. حلو كتير. وأيضا بندعي الناس إلى يعني الاستفادة حواسهم والاستفادة من كل النصائح اللي عطيتنا إياها. ومثل ما قلت قبل شوي أنه عالمنا يمكن هلأ لأنك ذكرت اللمس، يعني حتى الملمس عم يتغير. مزبوط. بكل شيء. فلازم أكثر دعوة للذهاب إلى الطبيعة والاستفادة من كل. صح. حواسنا بأي وقت، والطبيعة أو غير الطبيعة مثل. صح. ما قالت سارة أيضا. شكرا جزيلا لك كالمدرب في علم. شكرا. النفس الإيجابي ميلاد حتشيتي، ونتمنى لك عام سعيد. ولكم كمان يا رب. والآن مشاهدينا ننتقل إلى فسحتنا الثقافية مع راوية، ومعها الكاتبة فضيلة الفاروق في فقرة كتاب. أهلا بك. يعني لا شك بأنه عام 2017 كان ثريا وغنيا جدا بالكتب والإصدارات الشعرية والقصصية. صحيح. ولكن خسرنا خلاله العديد من الشعراء والكتاب، كان العرب وكان من. صحيح. العالم الغربي. اليوم تحية إلى هؤلاء باستعراض لمن فارقونا ب 2017. طبعا نتذكرهم ليس حزنا، ولكن لكي نقرأ من لم نقرأه، ونذكر الجميع أنهم تركوا لنا إرثا. طبعا إرثا في مكتبتنا العربية. نعم. البداية مع الكاتب المصري مكاوي سعيد. صحيح. مكاوي سعيد عنده رواية جميلة جدا اسمها تغريدة البجعة. وآخر رواية تركها لنا هي فئران السفينة، فارقنا في 2 ديسمبر يعني بهذا الشهر 2017، من أيام قليلة. طبعا الكاتب، وفي فيلم تسجيلي عن روحي يمكن إيجاده على يوتيوب لمخرجه أحمد شوقي، مش الشاعر طبعا.
يعني هكا الصدف. نعم، يعني معروف اصلا انه مكاوي سعيد هذا الكاتب المصري هو جدا بسيط، و انا التقيته مرتين يعني بكتاباته، هو قريب جدا، يعني يقال بانه قريب من الناس، قريب من المجتمع، قريب من يحكي بكتاباته التفاصيل، تفاصيل صحيح. حياته اليوميه، يعني يقال صحيح. بانه كاتب يعيش ادبه بحياته الطبيعيه. صحيح، وهو جد قريب من الجميع بشكل، يعني انا شخصيا ترك بصمة من خلال اللقاءات اللي تلاقيتها في القاهرة. يعني مهم جدا أنه الكاتب يكون قريب من الناس وينقل تفاصيل حياته، ما يكون من طبعاً. كوكب آخر. طبعا الكاتب إدمون شحادة أحد رموز طبعاً. الثقافة الفلسطينية، غادرنا أيضا في هذه السنة. نعم. هو طبعا من مواليد مدينة حيفا. نعم. وعاش في فلسطين وكبر في فلسطين وتوفي في الناصرة. ترك لنا إرثا كبيرا في الشعر والمسرح والرواية، منها الطريق إلى بيرزيت. نعم. صحيح هي الرواية قديمة، ولكن إلى يومنا هذا تستقطب الكثير من الطلبة والباحثين والأكاديميين لدراستها. نعم، خاصة أن هذه الجامعة يعني مهمة جدا بفلسطين، وهي طبعاً. تعتبر تصنف من الأوائل الجامعات الأولى صحيح. بفلسطين. صحيح. آخر إصداراته للأسف تعود إلى 2005. نعم. لكن كل إصداراته متوفرة في المكتبات. من أجمل ما كتب أيضا عنده مجموعة شعرية اسمها قمر بوجه مدينتي. جميل. هو يعني من الوجوه الفلسطينية التي تعتز البارزة جدا. نعم، حتى أنه نال العديد من الجوائز، منها جائزة التفرغ للأدب العربي. صحيح. اللي هي جائزة مهمة جدا. صحيح، برافو عليك. لا، هو يعني المفروض كلنا نعرفه إدمون شحادة، ولذلك نحن نقول له لن ننساك يعني في هذا اليوم. نعم. يوسف الشاروني كاتب وناقد مصري، كان رئيس لنادي القصة بين 2001-2002، أيضا لديه إرث ضخم جدا في القصة والرواية والشعر والنقد والبيوغرافيا والسيرة. من أهم كتبه أعتقد أنه الناس اللي تسمع العنوان لازم تروح تجيب الكتاب، وهو 20 قصة حب. هذا الكتاب جمع فيه مختارات لقصص نسائية انتقاها بدقة، وهي كلها قصص عن الحب وقصص جميلة جدا. يعني في يعني محبي القصص الحب شريحة كبيرة من الشعب العربي. ما ينقصنا يعني ينقصنا الحب والسلام بهذا العالم، نجده في الكتب الحمد لله. يعني جيد أن نجده بمكان ما. معروف طبعا بأنه يوسف الشاروني هو مخلص للقصة القصيرة جدا جدا، وهو لم يؤمن يوما أن القصة القصيرة ماتت. هم بالناس اللي بقوا بهذه الهمة، يعني ظل يكتب القصة القصيرة إلى آخر أيام حياته. نعم. وعنده قصة حلاوة الروح التي استمد منها طبعاً. أفلام ومسلسلات. نعم صحيح. سيد حجاب. الله على سيد حجاب رحمه الله. شاعر مصري مشهور بالأغاني التي كتبها صحيح. للمسلسلات صحيح. يعني مكيمة مسلسل ليالي الحلمية، هذا يمكن أشهر مسلسل على الإطلاق. المال والبنون، الحلواني، وكتب أيضا الكثير للأطفال صحيح. من أغاني الأطفال. توفي عن عمر 77 سنة، وكما احتفل المثقفون بحياته وبنتاجه خلال هذا حياته الثرية، أيضا في موته كانت طقوس الوداع كانت احتفالية بشكل ما، لأنه بصمته لا تنسى. طبعا هو علم من أعلام الشعر المصري. صحيح. حتى الحديث، لأنه الشارات اللي كتبها للمسلسلات لازالت تتداول حتى الآن. صحيح صحيح صحيح. رويكين النقيب محمد البعلبكي اللي هو كاتب يعني وصحفي. نقيبنا. نقيبنا، نعم نقيبنا. وشوفي من كثر ما كان إنسان طيب وجميل وراقي. نعم. فهو انتخب نقيبا للصحفيين 9 مرات. صحيح. توفي عن عمر يناهز 96 سنة، وظل يشارك دائما في الاحتفالات التي تقام في نقابة الصحافة،
إلى تقريبا آخر أيام حياته. معروف أصلا أنه النقيب محمد البعلبك هو كان الأقرب للصحفيين، له همومهم وأيضا لمشاكلهم، حتى أنه رئيس الحكومة سعد الحريري نعى ببيان رسمي فعلا. وقال بأنه خسارته هي خسارة للصحافة العربية وأيضا اللبنانية، كان كل النشاط، وهذه قليل ما تحصل أصلا يعني. وبيت النقابة كان مفتوح للصحفيين للكتاب، يعني كان يساعدهم في التوقيعات في الاحتفالات، كان عنده دور متميز. صحيح. توفيق بكار اللي هو أكاديمي وناقد وكاتب ومترجم تونسي. نعم. من مؤسسي الجامعة التونسية. الله عتوانسة. الله يا سلام. كان باهي ياسر. باهي. ماشي اللي نعرف. كانت آخر كلماته في حفل كرم خلاله سنة 2014 وآخر حفل ظهر فيه: أوصيكم خيرا باللغة العربية. الله على هذه العبارة الجميلة. وهو عاش بالضبط 90 سنة وغادرنا في شهر أفريل الماضي. نعم. طبعا خسرته تونس والعالم العربي طبعا. لكنه أسس لأشياء متينة، يعني الجامعة التونسية الحمد لله كل سنة راح يتخرج قوافل من الأكاديميين ومن المثقفين، يعني تونس ولادة بكل الميادين طبعاً. لا شك طبعاً. بذلك. أحمد دحبور شاعر فلسطيني من مواليد حيفا، عاش وكبر ودرس في مخيم حمص للاجئين الفلسطينيين. نعم. لكنه عاد إلى فلسطين وعاش فيها وتوفي في رام الله. نعم. في شهر أفريل أيضا ترك مجموعات شعرية كثيرة مثل حكاية الولد الفلسطيني. يعني بمجرد نطق العنوان يقشعر بدنك طبعا. 21 بحرا جبل الذبيحة. كلها عناوين جذابة ويجب أن عناوين ثقيلة وتحمل فيها الكثير من عندها المعاني. أبعاد يعني تأخذي عنوان تقدري تعملي عليه دراسة. صحيح. جبل الذبيحة، ما أجمل هذا العنوان وما أقساه في الوقت نفسه. روحوا إلى شوية الغرب ولكن نبقى في الصميم العربي. خوان غويتي سولو مستشرق إسباني، كاتب وصحفي ومفكر، تناولت كتاباته الأثار العميقة للغة والثقافة العربية في المجتمع الإسباني. ويأتي كتابه إسبانيا في مواجهة التاريخ على رأس مؤلفاته المشهورة في العالم العربي. ولد في برشلونة عام 31، توفي في مراكش قبالة ساحة جامع الفنا في سبتمبر الماضي. رأى دائما الجانب المشرق لثقافة العربية وتقريبا بين الشعوب كلها، يعد من أكبر كتاب التاريخ في إسبانيا. يعني إخوان، يعني هو مستشرق مثل ما ذكرت إسباني، يعني جميل بأنه عاش بعالمنا العربي ومات هنا. صحيح. ويعرف قيمة الثراء بثقافتنا وأدبنا العربي. صحيح، لأنه جرد اللغة من محمولاتها السياسية. هي جسر ربط بين الشعوب. جميل. وخاصة إسبانيا، يعني المفروض تبقى علاقتنا مليحة مع أوروبا بسبب هذه اللغة الجميلة، بسبب التاريخ الذي يجمعنا بها. طبعا. محفوظ عبد الرحمن كاتب وباحث ومؤلف مصري رحل أيضا في هذه خلال هذه السنة، وهو أيضا كاتب للمسرح والتلفزيون والسينما. من أهم أعماله فيلم حليم. طبعاً. فيلم حليم اللي طلع في 2005 وناصر 56، هذه أفلام لا تنسى طبعاً. وأيضاً كتب مسلسل أم كلثوم، يعني المسلسل الذي كان وأحدث ضجة طبعاً بالسينما بالمسلسلات التلفزيون. صحيح. التلفزيون اللي دارت الدور صابرين، وطبعاً بعد هذا المسلسل احتارت كيف ستبقي على قمة هذه النجومية، لأنها قمة من حيث الكتابة ومن حيث التمثيل. ولكن معروف أنه محفوظ عبد الرحمن هو شاعر الفقراء. صحيح. لأنه قريب جداً من مشاكل الشعب المصري ويحكي بلسانهم. صحيح. صحيح. عرفتي، لأنه يعني هؤلاء اللي يكونوا قريبين من الشعب ومن الطبقات الشعبية هم الأكثر نجاحاً بين الكتاب. عنده طبعا هو كتب مسلسل بوابة الحلواني، ليلة سقوط غرناطة، وأيضا هو من حول رواية سعود السنعوسي ساق البامبو إلى مسلسل. من أشهر مسرحياته والتي تشاهد إلى الآن مسرحية الحامي والحرامي. جميل. أصلا هو أيضا عمل كصحافي. صحيح. صحيح.
ننتقل إلى تونس، نعود إلى تونس. حسين القهوجي أو حسين قهوجي توفي في أكتوبر الماضي عن عمر 58 سنة، غادرنا شابا طبعا. ترك مجموعة من الروايات، المجاميع الشعرية، منها باب الجلادين، سوق الوراقين، حومة الباي. في الشعر لديه ليل المقابر، غراب النبوءات، كمان البيت وشمعدانه، عناوين أخرى كثيرة يضيق المقام لذكرها. ولكن لاحظي أيضا النقطة المشتركة بين كل هؤلاء هي ملامسة جراح الفقراء. نعم، لأن الفقراء دائما مهمشين. صحيح، ببساطة. آخر شاعر غادرنا في هذا الشهر وعلى عيد الميلاد هو الشاعر عصام العبد الله، شاعر بيروت، وجه بيروت الثقافي. عصام كان صديقا للجميع، كان صديقا لكل القادمين إلى بيروت، مرحبا للجميع، كان وجها جميلا لبيروت رغم قساوة ما عانته بيروت. كان وجها لهذه المقاهي، الناس لا يقولون نذهب إلى المقهى كذا ولكن لنذهب إلى المقهى الذي يجلس فيه عصام. يعني معروف بأنه الحديث عن المقاهي، معروف بأنه عندما غادر عصام حزن أصدقائه جدا وتركوا له بالمكان الذي كان يجلس فيه بالمقهى. نعم. كرسيا. صحيح. ليتذكروه. صحيح. دائما. أصلا معروف أيضا أنه كان باللهجة العامية، يعني متمسك باللهجة العامية ومتمسك بلبنان. كتب بالفصحى ولكن لا أدري لماذا طلقها ثم توجه إلى العامية، ربما لأنه كان يشعر أنها أقرب إلى الناس. صحيح. صحيح. هلا لدينا ذكرى حتى لا تكون الختام يعني آخر. نعم. حلقة في هذه السنة حزينة. نعم. عنا لنتذكر ذكرى، الذكرى 156 لمولد الكاتب اللبناني جورج زيدان. نعم. وأيضا هي الذكرى 107 لمولد الكاتب الجزائري أحمد رضا حوحو. وأيضا هي الذكرى 106 لمولد الكاتب نجيب محفوظ. وأيضا هي الذكرى 91 لمولد الشاعر العراقي عبد الوهاب البياتي. وصحيح شهر حزين لأنه غدروا فيه ناس كثير، ولكن أيضا هو شهر جميل لأنه يذكرنا بهؤلاء العباقرة، بهذه القامات بالشعر وقامات. نعم، قامات كبيرة. في هذا الشهر نقول هابي بيرثدي وعقبال المية لكتابنا عزة القمحاوي من مصر، أغلق 56 سنة، العمر كله يا عزة. طاهر بن جلون من المغرب 73 سنة، هابي بيرثدي طاهر. إبراهيم نصر الله الكاتب الأردني الجميل جدا 63 سنة، عقبال المية يا سي إبراهيم. ونتمنى أنه تكون إنتاجاتهم أكثر في 2018 إن شاء الله، لأنه هن لما تكون إنتاجاتهم أكثر بنكون نحن بفقرتنا أكثر ثراء. شكرا لك الكاتبة فضيلة. اسمحي لي نعيد معز ابن أخي لأنه اليوم عيد ميلاده أيضا، وعاشق صغير للكتب. جميل، يعني هذا شيء مبشر. لا يطلب سوى الكتب في عيد ميلاده. جميل جدا، بنعيده أيضا. شكرا. شكرا لك الكاتبة فضيلة الفاروق. ومشاهدينا سننتقل الآن إلى المطبخ وتحديدا إلى شيف نور وشيف جوستاف وولاشا. صباح النور وأهلا وسهلا فيكم في مطبخنا، مطبخ ولا أشهى. واليوم حيكون عن جد ولا أشهى لأنه محضرين شيء عن جد مميز، وحاببكم أكيد تجربوها هالأشياء بمنزلكم. ولكن مزيد من التشويق بنخبركم عنه بعد شوي، لح نبلش بالحلو مع الشيف نور. أكيد الشيف نور هرب. يلا أنا بلشت هلأ، خفقت الكريمة مشان الوقت. نعم، دائما الوقت هون مقدس، بنحسب عليه على الدقيقة. صح. اوكي، لكن خفقت كريمة، شو بدك تعمل؟ بدي اعمل دبل شوكليت بقلب الكريمة. هاي الكريمة صارت جاهزة. اوكي. اوكي، رح ضيف الشوكولا الأشقر، بس حابب هيك اعمل مشان الصبايا. فهيدا انت شوكولا دوبته. مزبوط، دوبت الشوكولا الأشقر. منحب نذكركم بطريقة تدوير الشوكولا، إذا بتكون دووها بواسطة المايكروويف بتحطوها بالمايكروويف 15 ثانية، بتشيلوا بتحركوا بترجعوا 15. هاي الشوكولا الأسود بتشيلوا بتحطوا، والشوكولا الأسود نفس الشيء، دايما منشيل الشوكولاتة
بنخلطها بنرجع 15 ثانية مش أكثر حتى ما يحترق الشوكولاتة، لأنه مجرد احترقت الشوكولاتة وبتضيف الجناج الشوكولا فوق منه كمان. جناج الشوكولا بنذكر أنه هو عبارة عن كريمة، نعم، زبدة، نعم، وشوكولا أشقر وأسود وعلى النار. وكلما لذ وطاب من الشوكولاتة بالجناج. صح، نجيب السباتولا هيدي السيليكون ونبلش نحاول نبرم بهالطريقة. هي أفضل طريقة لخلط إنه منقص ومنبرم، منقص بالنص ومنبرم، فدائما بنقدر نضمن إنه ما نكسر الكريمة، لأنه نحن خفقنا الكريمة لدخلنا فيها الهواء. صح، فبالتالي نبرم منقص نبرم منقص. صح، بهالطريقة هيك بنضلنا محافظين على الهواء داخل، لأنه إذا اشتغلنا بطريقة اللي هي هيك هيدي معناتها فرطنا الكريمة عن الشوكولا والزبدة. وإذا بتضلوا بتكملوا هيك بتوصلوا لزبدة، بتصير عندكم زبدة، بتصير شكلها رمل. أي بترمل بيقولوا. طيب. طيب، لكن هلا انخلطت معك. طيب، وبحال صار في حادثة. نعم. وصار الشيء صار اللي صار، هو ممنوع يصير، هو الباتسري ممنوع الغلط. نعم، لأنه زب. بس سيدات المنزل يعني بيجربوا كذا مرة. صح، بنجيب عنده خدعة، بنجيب مي سخنة، بنحط مي سخنة، بنعمل بان ماري، بنجيب الخلطة اللي هي انتزعت بنحطها بقلب بول، بنرجع بنحطها على النار، بنسوحها شوي صغيرة، بنرجع بنحاول تركب على بعضها، الحرارة هي بتخليهم يندمجوا شوي مع بعض. نعم، يعني الكتكوريت اللي صارت ممكن نرجع نكسرها بالحرارة، نرجع نخلطها، ولكن مرة ثانية ما بنخلطها كثير. بس هيدي إذا أنت عم تشتغلي باتيسري وشايفك حدا عم تعمليها دوري على شغل ثاني. هلا بنحط الخليط اللي أنا عملته، أكيد ريحته بتشهي. يا أنا منهارة، ريتا طالبة منا إنه يعني نعلق، انا ما عارف اعلق، ما قادر اعلق. هو لما واحد يشوف الشوكولاته السائحه التعليق بيصير سهل، لانه صعب، لانه القلوب بتكون سائحه معها. لا، وانا خلال فقره كتاب كنت مركزه مع موضوع التسييح، فكل شويه بيفتح الميكرويف بيطلع بيقلب وبيعمل حركه كده بيرجع. ف ومنيح ريتا صار فيها تاكل هلا. هلا لكن انت حطيت مثل ورق نايلون. صح، هيدي الحديده اللي بنستعملها نحن، حطيت لها ورقه نايلون قصيتها على القد، وحطيت الموس او المزيج. هلا لحاول بعده بهالطريقه، فبالحركه هاي بصير عم يتاكد انه جميع الاطراف عم يوصلها الموس، ما يكون في عندنا فراغات. صح، مقابل البلاستيك. مزبوط، وبيرجع بيكمل التعبئه هيك، بنفرغ بهالطريقة، عمل خندق بوسطها. مزبوط، ولا اليوم الشيف عم يشتغل خندق. عم يشتغل خندق. خندق بهالطريقة. طيب، عملنا الخندق. هلا صار لازم بدي احط الكراميل من جوا. طيب، والكراميل كيف حضرناه ولا؟ صح، الكراميل نحن حضرناه هذيك المره، نغلي السكر مع الجلوكوز على النار، بس يغلي ويصير لونه ذهبي بنسقط فوق منه الكريمه السخنه. نعم، اللي هي السائله، بصير عندنا الكراميل. هو حسب قديش بنغلي السكر، قديش بنحرق السكر بيعطي لون، بيكون هذا اللون. وبس ننزل عليها الكراميل الكريم بنوقف لها الطهي. أوكي، ساعتها بنكسب اللون هيدا وبكون صار عنا. طيب، هالقوام. هلا عم حط الكراميل من جوا، عبى الخندق بالكراميل. صحيح، وهلا بدنا نسكر الخندق. مزبوط، حتى لنكون قبضنا على الموس الشوكولا قبضت على الكراميل، فمنكمل هيك. ومن بعد شو بدك تعمل؟ شو بنحطها بالثلاجه لا تمسك، لا تمسك، وبنرجع بنزينها بنفرجيكم بالفقره الثانيه. تمام، رائع. لكن بعد شوي بنشوف كيف الشيف رح يخلص الطبق تبعه وبنرجع للصبايا. اكيد راجعين ومكملين معكم مشاهدينا، فاصل ونواصل بعده باقي فقرات صباح النور، ابقوا معنا.
بكم مشاهدينا من جديد. ما هي آخر مستجدات ساعة؟ نتابع مع الزميلة فرح مع الزميلة رويدة ودائما مع الخبر. شكرا لك وعد. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، وهذا موجز لأهم الأنباء. عدد من الحافلات تصل إلى منطقة بيجن استعدادا لإخراج مقاتلي المعارضة وعدد من الأهالي من آخر معاقلها في غوطة دمشق الغربية، وسيتم نقل قرابة 400 شخص باتجاه محافظتي درعا وإدلب. تنظيم الدولة يتبنى المسؤولية عن هجوم استهدف كنيسة مارمينة في حلوان جنوب القاهرة أودى بحياة 9 أشخاص، ووزارة الداخلية تعلن اعتقال المهاجم وتقول إنه أحد أخطر المطلوبين في قضايا الإرهاب. وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس يقول إنه لولا جهود الولايات المتحدة لا وقع المزيد من الضحايا في صفوف المدنيين في اليمن، ويؤكد التزام واشنطن وحلفائها بتحييد المدنيين عن الصراع الدائر. وزارة الخارجية الأمريكية تدعو دول العالم إلى دعم تظاهرات الشعب الإيراني في وقت تتوسع فيه رقعة الاحتجاجات لتشمل عدة مدن رئيسية في إيران بينها طهران وقم وكرمنشاه وأصفهان. نقاشنا اليوم سينطلق من التطورات الميدانية الأخيرة في سوريا. عشرات القتلى والجرحى سقطوا بقصف جوي كثيف شاركت فيه مقاتلات روسية وسورية على ريفي حماة وإدلب، هي مناطق تحت سيطرة المعارضة المسلحة واقعة ضمن منطقة خفض التصعيد الرابعة. ما هي دلالة هذا التصعيد الميداني من قبل النظام السوري وفي هذا التوقيت بالذات، وما هي تبعاته؟ أسئلة نطرحها على الكاتب الصحفي جاد يتيم. جد، لنبدأ من هذه التطورات الميدانية، برأيك لماذا اليوم يذهب النظام إلى يعني هذا التصعيد الخطير مع نهاية العام؟ هل التوقيت ربما يكون متناسب مع يعني قدومنا اليوم على سوتشي؟ يعني هو تحديدا السؤال، الجزء الأخير من السؤال، التقدم الهجوم الذي يشنه النظام منذ أسابيع بشكل عنيف على إدلب، تحديدا ريف إدلب الجنوب الشرقي وريف حما الشمالي الشرقي، هو يعني أنه أستانا بمفاعيل أو مناطق خفض التصعيد انتهت، والروس يضغطون بالاتجاه نحو صيغة جديدة هي صيغة سوتشي بكل الفصائل التي يريدون دعوتها، ومن ضمنها المكون الكردي في سوريا. ولكن منذ يعني الاتفاق في أسنا جاد على مناطق خفض التصعيد، القصف لم يتوقف في العديد من تلك المناطق يعني منذ اليوم الأول. نعم كان في قصف، ولكن لم يكن في هناك هجوم ممنهج للتقدم في إدلب. والتقدم نحو مناطق يعني تعد بموجب مناطق خفض التصعيد هي مناطق تركية، يعني على تركيا الانتشار فيها، وتركيا أرسل القوات يعني قوات وجنود الى إدلب للانتشار فيها. ولكن يبدو انه في خلاف حكينا عنه سابق روسي تركي في إدلب، انه روسيا تعتقد ان تركيا تاخرت في الانتشار في مواجهه النصره في إدلب ولم تلتزم بتعهداتها، هذا تم الان. يعني بالنسبه لتركيا انه هي تريد قدم إدلب، لانه المعركه مع النصره مكلفه عسكريا ومكلفه بشريا حتى على الجيش التركي. بالنسبه للروس يريدون الانتقال الى صيغه جديده، بالتالي عطوا ضوء أخضر للنظام للتقدم في أرياف إدلب وحما. غير أن الجيش التركي أيضا جد ربما مهتم أكثر بعفرين أكثر من اهتمامه بإدلب. تمام، هو هنا نقطة الخلاف. يعني الأتراك كمان ما بدهم يحسموا الأمور في إدلب لما يقول لمصلحة روسيا، من دون كمان أخذ جواب واضح بالنسبة لعفرين، بالنسبة لتل رفعت وكل هذه المناطق المحيطة. ففي نزاع تركي روسي حول عفرين وإدلب، يبدو أن الروس حسموه فينا نسميه بالانقلاب على تركيا في إدلب، أو الضغط عليها لاتخاذ موقف حاسم، لأنه ما بنعرف نحن إذا هاي الحملة العسكرية هي حتكفي صوب مدينة إدلب، ولا أنه ستضع الأتراك أمام خيار أنه هلأ بدهم يشتغلوا عسكريا أو لا. يعني برأيك قد لا تكون فقط مناوشات بسيطة، ربما للذهاب بأوراق ضغط أكبر إلى سوتشي في حال تم يعني هو سيكون مشاركة أحد أطراف المعارضة بعد رفضها يعني حتى الآن المشاركة في هذا المؤتمر؟ يعني هي تحديدا تعني الذهاب بأوراق ضغط كبيرة، ولكن ليست مجرد مناوشات. يعني هن ما عم يضغطوا على الجبهات عسكريا، هم تقريبا منذ أسابيع صاروا أخذين نحو ما يفوق 50 قرية على الأرض. في الشيء اللي ما عم نحكيه، في عنا مهجرين من هذه القرى صوب يفوق 20,000 نائم
نازح صوب إدلب وصوب الحدود التركية، ففي معاناة حقيقية عم تصير. يعني هيدا يفيد بأوراق ضغط، ما حيروحوا للآخر بالمرحلة الأولى على القليل لشوفوا الريسبونس التركي على الأحداث، ولكن ردة الفعل، ولكن بالتأكيد التقدم هو يعني سيحتفظون بالأراضي التي سيطروا عليها. وأيضا كيف تقرأ ما يجري في الغوطة الغربية اليوم وهذا التقدم الاستراتيجي الذي حققه النظام هنا؟ يعني هو بيجن تحديدا، بيجن استراتيجيا خطيرة، وما بعرف مفاعيلها ليه، لأن بيجن هي آخر قرية أو آخر منطقة تسيطر عليها فصائل معارضة سورية على المثلث بين الحدود اللبنانية في شبعة ومزارع شبعة الإسرائيلية والجولان، وبالتالي بيصير كل هذا الخط من شمال من القصير شمالا حتى بيجن جنوبا بيد قوات، يعني احنا نعرف اللي هاجم هاي المنطقة هو حزب الله بده إياها. هلا بالنسبة لإسرائيل، يعني حزب الله هي كل الوقت التفاوض مع الروس ومع الأمريكان لإبعاد حزب الله وإيران. أول شيء كنا من سوريا، بعدين لإبعاد 20 كيلومتر عن الحدود. هلأ صرنا حطينا حزب الله على مثلث كتير خطر، بطلع شبعة من مالي وعم زارع شبعة من مالي وعلى الجولان مالي تاني. هل ستكون في ردة فعل إسرائيلية أكبر من هيك؟ لأن هذا الأمر يمس شيء ما أبعد سوريا، يمس إسرائيل بشكل مباشر. ومن هون أهميته يعني، وغير أنه خلص ينهي أي تواجد غير نظامي بالغوطة الغربية. طب نحن الآن نجاد يعني مع نهاية هذا العام، لو أردنا الاطلاع على كل الأحداث والمجريات المهمة إن كان عسكريا أو حتى على الصعيد السياسي التي حصلت في سوريا، برأيك كيف تقرأها؟ لمصلحة من ذهبت؟ كيف تم يعني تطور الأمور خلال هذا العام؟ يعني بالتأكيد العام 2017 هو عام روسيا أكثر من أي دولة أخرى. ليه؟ لأنه استطاعت فرض أجندتها. يعني عام 2017 هو بالأحرى عام مناطق قفض التصعيد اللي هو مسار أستانا الذي تفوق على جنيف، لأنه حتى آخر جولة من جنيف انتهت بتحقيق لا شيء. عام 2018 هو عام القضاء فعليا على داعش في سوريا، وهذا الأمر إن كان جيد، ولكن هو وضع حتى النظام في مأزق في جنيف، لأنه وقت اللي راح على جنيف النظام، وقت اللي ما في داعش صار أمام حقيقة مناقشة الانتقال السياسي. يعني ما عنده ورقة تانية يقول هاي أولوية مثل محاربة الإرهاب، فمشان هيك شفنا انسحب وفد النظام. عفوا، أعتقد التطورات الأخيرة في إدلب والانتقال لسوتشي هو لإنقاذ النظام من المراوحة في جنيف وكشف الأوراق. المعارضة قالت كلمتها بأنها لن تشارك في سوتشي، يعني هل سيذهب من واحد اليوم أو ستذهب ربما منصات أخرى أقرب إلى النظام من منصة الرياض؟ هلا أكيد ستذهب منصات أخرى، ولكن بنفس الوقت إذا تم اتفاق إقليمي مع روسيا ومع روسيا تحديدا على يعني مخرجات واضحة في سوتشي، فالدول التي يعني بتمون على فصائل معينة ستذهب بها إلى سوتشي، ولكن وفقا لما ستحدده مجريات المعركة في إدلب ووفقا لمطالب واضحة. يعني هل من الممكن للمعارضة التنازل عن نقطة مصير الأسد والذهاب إلى سوتشي؟ هذه النقطة التي نسمع بأنه يتم الضغط عليها من أكثر من طرف، على رأس هذه الأطراف في السعودية اليوم. يعني هو ما بين التسريبات وما بين التصريحات، يعني ليس هناك حتى الآن مواقف واضحة. هلا المواقف صارت أكثر ليونة من بقاء الأسد، بمعنى أنه يرحل مع بداية العملية السياسية. هلا مؤخرا بعد معارك إدلب لاحظنا موقف أردوغان اللي رجع رفع السقف وقال أنه الأسد ما في يكون جزء من المستقبل، وما في ما فينا نفاوض شخص إرهابي. هذا الموقف صراحة يعني ما سمعناه من تركيا بهالوضوح من وقت الانقلاب ب 2015 والاتفاق مع الإيرانيين والروس على حلب. وهل هذا مرتبط فقط بتطورات، يعني هل هو تبادل رسائل مع الروس لما يجري في إدلب، أو هو تغير كمان في الموقف الروسي؟ إذا كان هو عن جد بالموقف التركي، إذا هو كان عن جد تغير واضح يلتقي مع موقف السعودية وقطر في رفض بقاء الأسد، هذا بيعني إطالة أمد الأزمة لبعد أشهر أو سنوات حتى. طيب أيضا جد أود أن أسألك عن نقطة مهمة. اليوم تحدثنا في يعني الحرب ضد داعش في سوريا وصلت إلى مراحلها الأخيرة اليوم، ما هي حقيقة الحديث عن إنشاء جيش مدعوم من الولايات المتحدة كرديا، يعني للدفاع عن المناطق الكردية، والحديث أيضا عن ملامح اشتباك مسلح بين هذا التشكيل الجديد وبين النظام السوري؟ يعني هلا في قوات خاصة اسمها قوات الأمن الداخلي للرقة تتشكل من 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 مقاتلين عرب ويدعمها التحالف. عفوا، ولكن لحد الآن ما أخذت دورة كاملا في الرقة.
رقم اثنين، في قوات سوريا الديمقراطية التي بالمستقبل تبع سوريا من المفترض أن هي تتحول جزء من الجيش الوطني السوري الجديد، ولكن السؤال هل سيشن النظام هجوم على الرقة أم لا؟ أنا أتوقع أن تحضيرات النظام وتحضيرات الإيرانيين أنه هن بدهم يشنوا هجوم على الرقة. هناك تصعيد في نبرة الخطاب، يعني اتهام بالتخوين وما إلى ذلك. تمام، يعني حتى في عض أصابع بين القامشلي والحسكة، يعني حتى الأكراد هددوا، لأنه أحد الصيغ التركية المطروحة بعفرين أنه تدخل قوات النظام لعفرين. وليس فقط الدفاع عن المناطق الكردية بل أيضا عن دير الزور ويعني مناطق أخرى. تماما، لأنه بالنسبة للولايات المتحدة حاليا ليس من شريك موثوق في سوريا، لأنه الكل عم بيقلب مواقف. في الأكراد هم اللي ماشيين على الخط، لأنه كمان يعني بالتزامن العسكري ومؤهلين عسكريا بهذا الموضوع. لن يثق الأمريكيين لا بالجيش النظام ولا يثقوا بالروس ولا بالأتراك. جاد يتيم، شكرا لك على حضورك وعلى كل المعلومات القيمة التي أفتنا بها. شكرا لكم مشاهدين على حسن المتابعة، أنا ألقاكم مجددا على رأس الساعة، أما الآن فعودة إلى الزميلات. شكرا جزيلا لك رويدة ولضيفك. أما الآن، ما هي أبرز الهاشتاج التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي وما هي آخر أخبار هذه المواقع؟ نتابع مع زميل أحمد الهاشمي في هاشتاج صباح النور. صباح النور. صباح النور. أهلا وسهلا. صباح النور جوستاف. صباح النور حجي. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا. اليوم عكس البارحة، اليوم ألوان عندك على اليوم انفجار بالألوان والمواد إن شاء الله. لطيف. زين والله إذا وقتنا ممتاز، خلينا ناخذ ونعطي مع جوستاف. البارحة كان أكو عندك فكرة إنه البساطة تصنع الجمال. نعم. شيء من القبيل. اليوم الثراء إيش راح يصنع؟ ولكن حتشوف كيف البساطة كمان. إيه؟ بالمطبخ الياباني راح تعمل كمان شيء ثري جدا. تشينغاوتي. تشينغاوتي. البساطة والبطاطا عادة. عفوا. البطاطا في المطبخ عادة والبساطة. إذا مشاهدينا إلى أبرز الهاشتاج الساعات القليلة الماضية، خلينا نبدأها معاكم وراح نبدأها بمصر. طبعا أكو عندنا الهاشتاج اللي احتل البارحة فعليا بعد حادثة كنيسة مارمينا، كان هاشتاج كنيسة مارمينا إضافة إلى كلمة مارمينا بعدها مع الهاشتاج. تبني داعش للحالة كلها على بعضها، ومجموعة كبيرة من الصور نزلت على مواقع التواصل ما راح ننشرها، وحتى فعليا الهاشتاج يعني بس ذكرناه ذكر حتى نكون بس مطلعين على الفكرة بشكل سريع. أبرز الهاشتاجز اللي فعليا أخذت ترند بمصر، مع العلم بأن هاشتاج مارمينا كان الخامس أو السادس، يعني أكو علامة استفهام على أن ليش ما كان أكو اهتمام جدا واسع به. الهاشتاج الأول كان داخلين 2018 ولسه، يعني كلمات عديدة مثل ما تكلمنا البارحة بأنه أكو أشياء كثيرة لها علاقة ب 2017 و2018 واهتمام الناس بها. الهاشتاج الثاني كان سنحارب العالم به. الهاشتاج الثاني كان كلمة لعبد الفتاح السيسي، يعني مغردين على تويتر وعلى فيسبوك اهتموا بالموضوع، بس يعني إلا ما يحطوا الرشة المصرية، فكان سنحارب العالم بالكفتة، سنحارب العالم بصف الجمبري. يعني كان أكو أشياء كثيرة تم يعني استلامهم بها إن صح القول. هذا بالنسبة للهاشتاج اللي مصر. خلينا من بعد مصر نشوف الكويت. الهاشتاج الأول كان كلمة تقولها لعام 2017. الهاشتاج الأول طبعا كان عالمي. الهاشتاج الثاني العام الجديد بكلمة. الهاشتاج الثالث كان أحمد الضفيري لاعب منتخب القادسية في الكويت، يعني لاعب منتخب القادسية في الكويت أحمد الضفيري، وإذا ما كان لاعب منتخب القادسية فاعذروني أنا شوي يمكن تخربطت، لاعب الفريق الكويتي أو يا أما لاعب المنتخب القادسية أو لاعب بالفريق الكويتي. هذا بالنسبة لي هاشتاج الكويت. خلينا من بعد الكويت نشوف لبنان. لبنان مولعة بها الهاشتاجات كانت البارحة، خصوصا بعد حادثة مقتل الكلاب ويعني تسميم الكلاب من قبل إحدى البلديات في لبنان. الهاشتاج الأول كان بعبدة طبعا كان الكلام به عن رئيس الجمهورية بعد فعليا ما حدد بعض التفاصيل بالحادثة اللي صارت أمس أو انتشرت فعليا أمس وأول أمس. الهاشتاج الثاني كان قرفتونا البلد، طبعا كان يعني استياء كبير من الكهرباء، كان التركيز جدا على الكهرباء وعلى عدم وجود، يعني حتى كان أكو تعليق أنه زين الأمطار فعليا ما زادت بموسم رأس السنة حتى ما نضطر أنه نرجع نولول برأس السنة بأنه أمطار، وحتى موسم رأس السنة ما كان إيجابي، فكان أكو انزعاج من البنية التحتية ما لها علاقة بهذا التفصيل بالشتاء. الهاشتاج الثالث كان الشيخ علي سلمان. الهاشتاج الثالث طبعا مختص بالبحرين، لأن حدا نتكلم عن حزب الوفاق البحريني وعن
الشيخ علي سلمان وبعض التداعيات اللي صارت به فكرة المحاكمة وتداعيات المحاكمة لعلي سلمان. هذا بالنسبة للبنان. خلينا نشوف قطر. قطر في عنا الفكرة الأولى كانت السعودية عمان، وكان الهاشتاج الأول والثاني الاثنين كانوا طبعا رياضيين بما له علاقة بخليجي 23. الهاشتاج الأول كان السعودية عمان، وطبعا كان أكو فوز لعمان على السعودية. الهاشتاج الثاني كان قطر بحرين، المباراة كانت البارحة وتعادلوا قطر والبحرين، هذا الأمر اللي خلى قطر يعني تنسحب أو تطلع فعليا برا المنافسة. هذا بالنسبة لي الهاشتاج. خلينا نشوف الفيديو اللي كان إهداء من العمانيين لعمان نفسها، وطبعا احنا يعني بالنهاية نقول شكر يعني ألف ألف مبروك للرابحين، يعني بالنهاية اكو أشياء أهم، بس عادي خلينا نتونس شوية. نشوف الفيديو ونرجع لكم. كل بياخذ في البطولات قسمه، واحنا تعنينا وشلنا الأماني. مرادف الإبداع يا حمود اسمه؟ أكيد اسمه منتخبنا العماني. ألف مبروك. تداعيات سريعة فعليا لاهتمام الناس بهذه الفكرة واستخدام الألفاظ والثقافة العامة، أمر جدا لطيف. هذا بالنسبة للفيديو اللي كان له علاقة بقطر بالنسبة للهاشتاج الرياضية اللي شفناها. خلينا نشوف عالميا. الهاشتاج الأول كان الوقت هذا ودك، وطبعا كمل أكثر من 12 ساعة. يعني اهتمام، بس أكون نقطة سريعة، اهتمام دول الخليج بهاشتاج معين هو اللي يرفعها، لذلك أكون مجموعة كبيرة من دول الخليج يعني مثل البحرين، السعودية، قطر، بس السعودية أكثر إجمالا. نسبة الاهتمام العالية بها قد تعز أبليكيشنز وتذل آخرين، مثل سناب شات هو عايش على 3-4 دول بينها السعودية، فإذا السعودية توقفت عنا الهاشتاج أو عفوا السناب شات إكس على طول. هذا بالنسبة لي الهاشتاج الأول، فطبعا تكلمنا احنا عن اهتمام الناس به. الهاشتاج الثاني غرد بدعوة لأمك وأبيك، طبعا كانت الفكرة الهاشتاج هذا الثاني بلش يعني يوم الجمعة مساء وكمل البارحة، وأتوقع عفوا يوم الجمعة مساء يوم الخميس مساء وكمل البارحة، واليوم كذلك ما زال بالتريد، بس طبعا يروح ويجي يعني ما زال بالمرتبة الأخيرة قبل الأخيرة. هذا بالنسبة للهاشتاج بشكل سريع. خلينا نشوف الفيديو الأول لليوم اللي يتكلم عن معاناة الشتاء، والله يعين الناس اللي قاعدين بالدول الاسكندنافية والدول الباردة. جوستاف انت تحب الشتاء ولا الصيف؟ انا لا، انا بحب البرد، بحب المطر، بحب الثلج. ايوه مولود شتاء، فبالتالي اكيد الحج اللي يمك شلون انت؟ انا بس بدي سافر بسافر بالشتاء يا ولد، وبدي اعمل شوبينج بالشتاء. اعطيني يا رومانسي. اذا مش عادي نشوف الفيديو نرجع لكم. عدنا لكم، بس صار اكو معنا اضافه لطيفه، صار معنا راوي على الهواء. احلى شيء كان في الفيديو هو صوت اللي بتضحك وهي بتصور، بس ما كان ممكن يطلع يعني، كانت أبداً فظيعه. انت 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 متخيله الموقف؟ راوي انت اذا كنت بالموقف شو راح تسوين؟ ما تعلق، ما خلص دفيني ورجعني على البيت. بس 100% اليوم مشاهدينا يعانون من معاناة الشتاء، دائما تظل معاناة الشتاء حقيقية واضحة. بس خلينا نتكلم عن انه بسيبيريا صار اكو تجربة لطيفة راح نشوفها. درجة حرارة كانت ناقص 41، وهي تجربة الناس يعني كثير شافوها. خلينا نشوفها بس بشكل اوضح. بسيبيريا درجة حرارة 41، اذا غليت الماي ورشيتها بالهواء ايش راح يصير؟ Hi guys, this is Novosibirsk and this is about minus 41. So we want to see what happens to just boiled water outside.
كول، فالفكره كانت جدا لطيفه. انور اعرفك ما نسالت نسالي رح يعني بدع يصير عنا ماينس 41 بلبنان. لا شكرا شكرا. بدنا ثلج ناطرين سكي. هيدا هيدا. واحد ماذا يعني الاسترخاء لك؟ مثل هلا يعني مو بتعمل فقرة السوشيال ميديا ومتابعة آرائكم. خلينا مشاهدينا نشوف الراحة والاسترخاء ولكن عند القطط. سيمان أنا خلصت دفى استرخاء راحة وختمناها بإكسبرمنت فعليا كانت لطيفة أو تجربة لطيفة. بس لحد يجرب إنه فعليا يرش ماي من فوق والله خليني أشوف إذا الجو رح يمشي الحال ولا لا. أكو ناس رح يكونون تحت أوكي. فالمناسبة مشاهدينا ودائما طبعا هي مناسبة وبدون مناسبة تابعونا دوما. يا رب تطلع بسرعة اليوم. تابعونا دوما على فعليا حساباتنا على انستغرام فيسبوك تويتر. ومثل العادة طبعا دائما مثل ما نقول بأنه حساب الانستغرام ده يكون الصور اللي لها علاقة بالكواليس، حساب الفيسبوك دائما بما له علاقة بصفحة الرجال العربي ترفيه لتواصلكم معنا ولإرسال رسائلكم الشيقة، غير الرسائل هذه اللي بيها بس ثامب أب وانتهى الموضوع، لايك وخلص. شكرا جزيلا يعطيكم ألف عافية. يعني أحمد حساب الانستغرام فيه الأشخاص اللي تحت الهواء بيكونوا حاملين التليفون دائما 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 بنزل لهم صوره. لا تعليق. شكرا جزيلا احمد وشكرا على الفقره الحلوه الشيقه. والان حننتقل الى مطبخنا. انتقلوا عادي يعني. اذا مشاهدينا لمعرفه اخر وصفات اليوم ننتقل الى الشيف جوستاف والشيف نور وبالتاكيد ولا اشهى. صباح النور واهلا وسهلا فيكم معنا في المطبخ، مطبخ ولا اشهى. ونحن بدينا بتحضيرات كثيره. رح ابتدي اول شيء بالميزو سوب الا وهي اهم شوربه يابانيه بنطلبها. لازم نبلش بس يلا بالمطبخ الياباني. يلا ثواني بس رح ابتدي لانه بدنا نستشير صبايا معنا شو بحبوا لحتى نقدر نعمل السوب. انا بعرف انه سارة بتحبي الأشياء اللي فيها فلفل صح وما بتحبي السمك أو المأكولات البحرية. المأكولات البحرية أوكي. بس هيك مشكلة لأنه أنا عندي مشكلة بالفلفل وبحب المأكولات البحرية. شو بدنا نعمل؟ مش حل عندي حل عندك يا شاهد وراوية. شو عندك؟ شو بدي أختار يعني؟ رح نبتدي فلفل، شوية فلفل بماء مغلي. نو فلفل منخليها. أنا ضد النو. طيب جزر. جزر 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 قليل من الجزر. بصل أخضر شوي. تمام. من دايما بالبصل الأخضر إذا بتلاحظوا بقصه من أوله لآخره لأنه كل جزء من البصلي رح يعطيني نكهات، فبالتالي منغتنم فرصة النكهات هاي حتى نغني من الأطباق عنا. مشروم فطر فطر فطر. قطعنا الفطر، ما بنحط كثير قطع لانه عاده الميزو سوب بتكون كميتها قليله جدا، فبالتالي بنحط القليل من الفطر. اوراق النوري اي هي الطحالب البحريه. نعم نعم. لا لا اكيد. ايه بدك تاكلي بالاخر ساره؟ حتاكلي طحالب بحريه يعني ما اكلنا سمك ناكل طحالب يا اوكي. طيب في عنا بعد التوفو. توفو شويه. نعم. التوفو هو من نوع من انواع الفاصوليا البيضاء وهو بروتين مغذي جدا. هو عاده ما بيتي ما عنده طعمي التوفو، ولكن التوفو لكثير من الناس اللي متبعين الغذاء النباتي بيعتمدوا ليعطيهم البروتين. وهو لأنه ما عنده طعم ممكن طعمه بأي طعم من ريدها. روبيان نو روبيان. فمشان هيك عندك التوفو لحتى لا يعود. كمان في عنا قليل من الفيش صوص. الفيش صوص لحزيدة على الروبيان. و لوبي الخضرة
نعم نعم لا نعم. أنا لا لا أنا عم بستمتع بهاي الرفاهية ف أنا حاسة عادة مرقله بيخرب بس إنه لا لا ما فهلا نحن رح نزيد النار عليهم. في بعد مادة اللي هي الأهم للميزو سوب ألا وهي خلاصة الميزو سوب، وهي بنشريها جاهزة من السوق، بتكون أما بتكون بتجي باودر أو بتجي بيست. شوف المقادير على الشاشة، المقادير موجودة عندكم على الشاشة، وبالتالي هلا اليوم في مقادير سارة، مقادير وعد، مقادير جولة، ولا المقادير اللي حطيناها هي المقادير الأساسية، ولكن مثل ما شفتوا الطبق ممكن نحن نكيفه بحسب رغبتنا وحسب نحن شو منحب وشو منفضل. فيني بلش شيف أنا؟ فبالتالي هلا لما يغلوا بيكونوا صاروا جاهزين بنقدم لكم اياهم باخر فقره. شيف طيب انا بها 30 سنه ما بعرف شو بدي اعمل، بس هاي الجناش شوكولا، وبحط الرز اللي هو محمص بهالطريقه. شكرا شكرا، زيدوا لي الوقت، برجع بزيد بعد. صار فيك تزيد لي شويه موز؟ اوكي، هيدا اللي انا سويته قبل شوي، بس اكيد محضر اشياء زياده بالبراد بالثلاجه. بيطلع عندي هيدا القالب. هلا رح بلش قصه. مشان زينه رح زين الوحدة. اوكي رح زين انا وحدة على السريع او اثنين. نقشر النايلون من عنا. والهيدي الخلطة اللي عملتها اللي هي الجناش شوكولا مع الرز المحمص حيعطي شكل كتير حلو. شوكولا شوكولا شوكولا. هاي هاي الوضع اكيد الجميع متفق عليه، هون كلهم بيتفقوا معي. وفي عنا زميل امين اليوم مش موجود، فامين بنوجه لك تحيه الشوكولا منا لك. كثير حلوه اضافه الرز المحمص، صح؟ ايه بتعطيها تكستشر وبتعطي قرشه داخلها كمان. الوقت اللي اعطوني اياه بكفي. لكن شكرا شكرا، هن كريمين ونحن بنستاهل. صح اوكي، رح اعمل بعد وحده. اكيد بدك تعمل اكثر بكثير، لانه اذا بتشوف كل الكاميرات اللي عم تطلع واللي فوق على الطابق كمان، عم حس انه اوكي رح يصير في غزو بعد شوي على الاستديو. بعد ما يبردوا رح فرجيكم كيف بدي زين شكلهم لوح العيد، رح يطلعوا كثير شكلهم طيبين وشكلهم مهضومين، لانه عم نحكي عن البرد وعن الشتاء، فرح يكون احد حيوانات الشتويه او اللي بتعتمد المناطق الشتويه، فرح تشوفوا رح يكون تزيينها كثير حلو ولذيذ ومقبل جدا للصغار والكبار. انا بهيدا الوقت برات الهواء رح كفي تزيينهم، وبنرجع بس بدي زين اللمسه الاخيره رح فرجيكم. رح نرجع لعندكم شيف نور وشيف جوستاف والاطباق الشهيه جدا. مشاهدينا سنذهب الان الى فاصل، نعود بعده لمتابعه باقي فقرات صباح النور. تحيه صباحيه متجدده مشاهدينا. من بين انقاض منازلهم في سوريا خرجوا، وإلى عالم لا يخلو من الكفاح والعذاب أتوا. إنهم العمال اللاجئون السوريون في لبنان خلال مسيرتهم الشاقة التي ذاقوا فيها سواء في بلدهم أو في بلد لجوئهم طعم الإسمنت. طعم الإسمنت فيلم وثائقي حصد جوائز عالمية لمحاكاته الضمائر الإنسانية. للحديث أكثر عن هذا الفيلم ينضم إلينا مباشرة من العاصمة الفرنسية باريس مخرج الفيلم زياد كلثوم، وفي الاستوديو طلال خوري مدير التصوير والمشارك في كتابة فيلم طعم الإسمنت في فقرة أحداث ونشاطات. صباح النور واهلا وسهلا بكم. اهلا فيك. سيد زياد، دعنا نبتدئ معك، من اين جاءت فكره طعم الاسمنت؟
بتعمل اسمنت حقيقة هو بعد لحظة الهروب من سوريا من عام 2012 وقت اللي قررت أنا أهرب من خدمة إلزامية بعد ما كنت جندي بين آلات وماكينات الحرب وأصوات الحرب. فبعد وصولي إلى بيروت اكتشفت أنه أنا بأكثر مدينة ضجيجا في العالم بسبب إعادة الإعمار اللي هي بيروت. فعمليا بيروت استنفذت 25 سنة من الحرب الأهلية، فكانوا سكان قابلين تحت صوت ضجيج الحرب، وبعد ما انتهت الحرب ما زالوا قابلين تحت صوت ضجيج إعادة الأعمار 25 سنة أخرى. فطول الوقت كانت بيروت بالنسبة لي هي المرآة ممكن تكون للسوريين بعد انتهاء الحرب وشكل سوريا بعد انتهاء الحرب. واللي خلاني حقيقة نوقف عند فيلم طعم الإسمنت هو العمال السوريين اللي بنفس اللحظة عم تهدم بيوتهم بسوريا، هنهم بنفس اللحظة عم يشاركوا بإعادة الأعمار وبناء بيوت أخرى في لبنان. نعم، طلال، الفيلم صامت، كيف استطعت من خلال هذا الفيلم الصامت من خلال الصورة فقط أن تحكي قصة واقع يعاش؟ هو الفيلم منه صامت، فيه voice over. جربنا أنا وزياد نحاول نروح باتجاه نعمل فيلم صامت اللي هو كان صعب وشبه مستحيل، وإجا الفويس أوفر ليركب. وصحيح في فويس أوفر ولكن ما في ناس بتحكي، ما في حوار. لا ما في ناس تحكي، ما كان فينا نحكي معهم مع العمال السوريين، كان كتير صعب. الناس بتخاف، أساسا الناس بتخاف من الكاميرات بشكل عام ببلادنا، وهذا دليل تخلف حقيقة، وبتخاف لأنه أساسا هربانين هن من حرب ليجوا على بلد يلاقوا حالهم مسجونين ويلاقوا حالهم ممنوع يحكوا، بخافهم يحكوا السياسة، بخافوا يحكوا عن صاحب الورشة، بخافوا يحكوا، فعمليا ما في شيء قدروا يحكوه. فنحن اللي قدرنا نعمله، اللي حاولنا نعمله، هو أنه نسمع صوتهم من خلال الصورة، نسمع صوتهم من خلال العدسة والكاميرا. وهذا الشغل اللي قدرت أعمله أنا وزياد مع بعض إلى حد ما نريحوا للعالم ونقدر نفوت على خصوصيتهم ونحن محترمينهم. نحن بولا لحظة نحسسهم أنه في قلة احترام بمكان ما. نعم، سأتوجه إلى زياد اللي معنا من باريس لأسأله، يعني هذا الفيلم يروي طبيعة العلاقة الشائكة واللي هي شائكة على مدى أعوام، والتي تجمع بين العمال السوريين ويعني تعاطيهم وانسجام مع واقعهم اللبناني اللي هو فيه كتير من مثل ما قلنا علامات الاستفهام. وبالفيلم عندك أنت تصور عامل سوري كيف بيعيش بين الإسمنت، كيف بأنه بيبني ناطحات السحاب في بيروت وبلده يتدمر. هذه الازدواجية كيف أردت من وراء ماذا أردت أن تمرر الرسائل فعليا؟ الرسائل اللي حبينا نحن المسج بالعموم هو عن حالة الظلم، عن كيف إنه هدول العمال السوريين اللي هنهم عم يقوموا بفعل إيجابي بفعل البناء هو بلحظة الهدم اللي هو نقيض، فعلين نقيضين مع بعض تماما. عم نحكي عن فعل الهدم وعم نحكي عن فعل البناء. العامل السوري مقموع مثل ما قال طلال من انه يعبر ويحكي عن الم ووجع وكيف بيته عم يقع بسوريا، ومحروم انه كيف يحكي عن حالته المعيشية اللي موجود فيها داخل هاي المدينة، اللي هو ايضا محروم من الخروج بعد الساعة 7 للمدينة اللي هو يعني مشارك بإعادة إعماره. فعمليا هذا الكونتراست بين الهدم والإعمار هذا اللي خلاني اتوجه لنفوكس على هذا الموضوع أكثر، وخاصة نحن بالمنطقة تبعتنا عم نكون طول الوقت عم ننتهي من حرب ونباشر بإعادة إعمار ونحضر حالنا لحرب ثانية. ففي حركة دائرية لفعل الهدم وفعل البناء. وأنا كان بالنسبة لي كسوري قادم من سوريا وهربان من معركة طاحنة بين السوريين، شفت أنه هاي المجموعة من العمال السوريين هنن بشكل أو بآخر الوحيدين اللي عم يشاركوا بفعل إيجابي أثناء فعل الهدم اللي هو فعل إعادة الأعمار. نعم، طلال، لا شك بأنه الموسيقى المستعملة بهذا الفيلم
مميزة جدا هي لسيباستيان تيش. يعني أحيانا نسمع أصوات المطارق. أصغر فريرش اللي عمل الصوت. نعم 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 شكرا على التصحيح. وأحيانا صوت الأصوات عايشون بالمساكن الجماعية التي يعيشون فيها العمال السوريين. كيف دمجت بين أنه الموسيقى تتكلم، يعني غير أنه هو فيلم صامت أيضا الموسيقى تتكلم؟ هو صار في ساوند ديزاين، هو هيدي عبقديته لأنسجار انه قدر يعمل ساوند ديزاين وما يحط موسيقى اطلاقا بالفيلم. يعني ما في موسيقى، وكثير قليل الافلام عاده الموسيقى بالافلام بتحسس المشاهد، بتحطه بجو معين. فهو ياخذ قرار انه ما يحط موسيقى ويشتغل على 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 الاصوات ويطلع من الاصوات موسيقى اذا بدنا. هو خيار بيشبه الخيار اللي انا وزياد اخذناه، انه ما بدنا اياهم يحكوا بس بنفس الوقت بدنا نسمع، بدنا يطلع كلام، مش يطلع كلام، نسمع شو عم بيقولوا. مدروري بالكلام، نسمع بالبودي لانجويج، نسمع بتشققات بوجوههم بايديهم، نسمع بعيونهم شو عم بيشوفوا الى اخره. فعلاقتهم مع المدينه كيف؟ علاقتهم مع المدينه كيف تحولت هاي المدينه بالنهايه لورق جدران بالنسبه لهم، وكيف تعاطوا معها؟ اي فإذا بدنا ننطلق من اللي عم بيقوله زياد بورق الجدران، حاولنا كمان يتصور هيدا الشيء كورق جدران. يعني في اللقطات اللي هي بمزدوجين حلوة وبتحكي عن واقع مرير، هي مثل شيء مش حقيقي موجود. زياد، 18 جائزة عالمية حتى هذه الساعة واهتمام عالي من النقاد، الفيلم عرض في عواصم مهمة جدا حول العالم وأصبح يروج له تحت جملة المدينة الفلانية تذوق طعم الأسمنت. بالرغم من نظرك، يعني لماذا اهتم النقاد كثيرا بهذا الفيلم؟ لماذا هذا التوجه العالمي الذي صار حوله؟ بسبب اللغة اللي موجودة بالفيلم، اللي هي كنا طول الوقت حريصين أنا وطلال وبعدين لاحقا أزغر فغرش اللي عمل الصوت، أنه نخلق لغة جديدة بالفيلم التسجيلي نقدر أنه نتواصل مع الجمهور وخاصة الجمهور العربي لنخلق هي اللغة الجديدة أو الفيلم الجديد يلي نحن كنا غايبين عنه كتير بفن التسجيلي. فحاولنا أنه نكون كصناع أفلام، نكون حدا كرياتيف نقدر انه نوجد اللغه اللي بتخصنا اللي ما بتشبه اي لغه ثانيه باي فيلم ثاني. وهذا كان الصراع تبعنا وكان التحدي، انه نحن نعمل فيلم بدون ما يكون في مين كاركتر هو اللي عم يحكي وهو اللي عم يخلينا نلحق القصه تبعته من خلال سرد حكايته او الى اخره. فكان حقيقه كل العمال السوريين هنن يتقاسمون نفس الحكايه، فكان بالنسبه لنا انه فرصه انه نحن كمان نستعرض مهاراتنا بال الإخراج أو بالتصوير أو بالساوند ديزاين ونطلع عن الشكل المألوف للفيلم الدوكيومنتري ونحاول أنه نفوت بهي المغامرة ونكون أقرب للفيلم الفيكشن. فبتخيل من هذا الباب هو جذب النقاد وجذب الجمهور له. نعم، ومن هنا نجي لدور المونتاج اللي لعب دور كبير جدا في اختيار اللقطات، في اختيار القصة، أو في تحويل هذه النظرة للمخرج إلى شيء ملموس في أرض الواقع. لأي درجة كان المونتاج لعب دور كبير في خروج هذا الفيلم بهذا الشكل؟ المونتاج عمله أليكس بكري، يلي تعرفت عليه صراحة لما رحت على برلين تعمل آخر لمسات على الألوان. فكان هو منتج كل الفيلم، وكنا بعد ما تعرفنا على بعض وجها لوجه. والعلاقه عاده بين مدير التصوير واللي بيعمل مونتاج علاقه كثير حلوه، لانه في انا يعني في واحد بيصور بعدين ثاني بيشتغل بالصور وبركبهم بشكل يعني. واللي عمله أليكس عمل شغل عظيم، وحسينا دغري انه بنعرف بعض من اول لحظه، لانه فعلا يعني هو شاغل على الصور اللي انا عملهم. وبعتقد يعني المونتاج هو اللمسه الاخيره يلي هو بيلتقى لحاله باوضه المخرج والاديتر
برات كل المشاكل اللي بيصيروا بوقت التصوير، برات اذا غيمت ولا ما غيمت، اذا اليوم في شمس ولا ما في شمس، في ضجه برا ولا لا. عن جد فعلا بيقعدوا وبيخلصوا اخر لمسات الفيلم، وبعتقد عملوا شغل بجنن الشباب. جميل. ساتوجه الى زياد، يعني لا شك بانه اللاجئين او العمال السوريين الموجودين في لبنان، هل واجهت صعوبات في التعامل معهم اثناء تصوير هذا الفيلم؟ والى اي مدى يعني وجدوا بهذا الفيلم نفسهم وحياتهم التي تحكيها انت؟ هلا طبعا اكيد من اول لحظه نحن فتنا فيها على اللوكيشن التصوير، بعد ما اخترنا انه هذا هو اللوكيشن الاساسي للفيلم، صار في التاتش الاول مع العمال السوريين يلي هن ما بيعرفوا انا مين وهي الكاميرا شو الباك جراوند تبعها وهي لاي اجنده ممكن بتخدم، لانه بالحرب السوريه وبالثوره السوريه كانت الصوره هي سيست وكانت هي مثل السلاح بشكل او باخر، النظام حارب الصوره، الأطراف الثانية استخدمت الصورة، فكان في صراع على شكل الصورة وعلى مين عم يقدم ويكون وراء هي الصورة، فكان العامل الأول بيناتنا هو الخوف. فأول تطش بيني وبين العمال السوريين كان في خوف، وخاصة أن نحن عم نحكي عن مجتمع مقموع، ما بحق له يحكي، ما بحق له يعبر، ما بحق له يطلع برات المكان اللي هو عم يشتغل فيه. فهذا الشيء، وطبعا نحن كان عندنا وقت كتير قصير ضمن المبنى اللي فايتين عليه، لأنه مو مسموح لنا أن نكون أكثر من 10 أيام. نعم. فهذا أخذ جهد كتير كبير لحتى نبني هاي الثقة بيننا وبين العمال، لأن نحن عم نحكي عن 200 عامل موجودين تحت الأرض، كان كتير صعب لنقدر نشبك مع بعض ونبني هاي العلاقة وهي الثقة. وقت اللي حسوا هنن أنهم بلحظة أنه هاي الكاميرا موجودة لأجلهم، لأجل مناصرة القضية تبعيتهم، لأجل أنه تكون هي تحكي صوتهم، تكون هي الصوت تبعهم، هون بلش التنشن يخف بيناتنا، بلش العلاقة تكون أكثر استرخاء. وحقيقة كانوا هم كتير مساعدين بشكل أو بآخر لحتى يكملوا معنا هذا الفيلم، لأنه هم جزء من هذا الفيلم وهم السبجكت والموضوع تبع طعم الإسمنت. إذن المخرج السوري زياد كلثوم، شكرا جزيلا لك وبالتوفيق، كنت معنا من العاصمة الفرنسية باريس. شكرا لك. وطبعا الشكر أيضا لك طلال خوري مدير التصوير والمشارك بكتابة فيلم طعم الإسمنت، كل التوفيق لكم بكل المهرجانات وبدور العرض التي ستشاركون فيها. مشاهدينا سنذهب الآن إلى زميلتنا وعد وفقرة جديدة سنعرف تفاصيل أكثر معها. شكرا لك راوية وشكرا لسارة ولضيفك ما. وموضوعنا اليوم هو عن الموضة، فتعود ربطة عنق الفراشة إلى عالم الأزياء بقوة، كونها تضفي الكثير من التميز والأناقة على طلة الرجل ومظهره، وخاصة في المناسبات. وعلى الرغم من أنها القطعة الأكثر تقليدية وتتميز عادة بمقاييس ثابتة وخاصة للرقبة، إلا أن تصاميم جديدة دخلت عليها لتكون أكثر عصرية. للحديث أكثر عن آخر صيحات ربطات عنق الفراشة أو البابيون، ينضم إلينا مصمم الأزياء إلي عساف في فقرة لايف ستايل بالعربي. صباح النور إلي. بونجور، كيفك وعاد؟ تمام. ولو أنه نحن اليوم على أبواب مناسبات خاصة كتير رح تنطلب ربطة العنق، إلا أن طيلة أيام السنة ودائما موضة لا تموت، شو السر؟ هو الشيء الحلو بالربطة العنق أنه مثل ما قلت هي موضتها ما بتموت لأنه كلاسيك. صحيح. عادة هو مع الوقت عم بيتغير، يمكن شكلها عم بيتغير، حجمها، ديزاين اللي فيها. بس الشيء الحلو بالربطة العنق أنه حيلا مناسبة عندك إياها هي بتكون بتكمل اللوك تبعك. نعم. تحدثت أنه على إدخال موضة جديدة إلى أو يمكن لمسات جديدة إلى هذه. صح. الموضة التقليدية، يمكن هذا الشيء بعود الفضل فيه إلى كل الأشخاص اللي مثلك، يعني حضرتك متخصص بربطات العنق. صح. صحيح، ليه اخترت هيدا الاختصاص بحد ذاته؟ هو الشيء اللي لفت نظري من 7 سنين انه وقت بلشت موضة ربطة العنق بلبنان تحديدا، حبيت انه يكون عندي شيء ربطة عنق مميزة. نعم. اللي لاحظته
بالسوق انه ما عندنا هال ديزاينز بالاضافات الكثيره بالسوق متجدد. فحبيت اتخصص فيها وصرت الاول على كل حال بالشرق الاوسط. تخصصت اول واحد فيها بمجال ربطات عنق الفراشه. طب خلينا نتحدث دغري عن تصاميمك جريئه كثير فيها. نعم. القطع الكلاسيكيه مثل ما عم نشوف بالوان مختلفه ولكن ايضا في جرأة يعني اشكال عديده. صح. خبرنا مثلا عن هي اللي عم نشوفها هلا. مثلا هي اللي عم تشوفيها عاده اوقات بينطلب مني ربطات عنق تمثل شيء معين. أه. مثل ما شايفه هون ممثله مثلا الليره او القروش اللبنانيه القديمه. نعم. فهيدي مثلا ديركت بس يشوفها واحد او يعني بيفكر بلبنان. هيدي مثلا كانت لزبون عايش برات لبنان وحب دائما بشيء قطعه صغيره يتذكر لبنان فيها. نعم وكانه في رساله يعني من خلالها. صح 100%. فليه ما فينا نكون نحن عم نوجه هالرساله بهالقطعه الصغيره اللي بتكمل اللوك تبعنا. وطبعا كل انا ربطات العنق اللي بعملها بتكون مصنوعه كلها على الايد. يعني كل ديتيل فيها كل شغله فيها بتكون كلها مصممه على الايد. نعم. طب من وين بتستوحي تصاميمك؟ ذكرت انه بعض الاشخاص بيكون عندها طلبات خاصه ولكن يعني عم نشوف اشكال عده ومختلفه ومتنوعه كثير. من وين بتستوحي تصاميمك الي؟ هلا انا بستوحي من كل شيء حوالي، من كل شيء عم نعيشه. اوقات بيكون في اعياد معينه، مناسبات، وضع بالبلد او حتى المناخ يعني السيزن. نعم. فمودة الشتويه مثلا بتختلف عن مودة الصيفيه، ان كان بالوانها ان كان بالنقشه تبعها. نعم. انا عاده بستوحي من مثل ما عم لك من كل شيء حوالي. يعني فيها تكون مثلا مثل هون من حجار الكريمه يلي عاده نحن بنشوفه اكثر على يمكن المراه بتكون لابسه احجار كريمه. حبيت دخلها كمان بربطه العنق للرجال. للرجال ذكرت. صح. ولكن اليوم عم نشوف كثير اقبال من السيدات. صح. على ربطه العنق. صح. قد ايه في عندك انت تحديدا طلبات من سيدات؟ انا هلا اللي يعني صار لي كم سنه عم شوفه انه عند الزبونات السيدات صاروا اكثر من الرجال. صاروا لانه هي الموضه. هي صح. الماسكولين لوك او اللوك شوي الذكوري كثير هي الموضه لهالسنه كم سنه اللي قطعت. نعم. ومثل ما شايفه يعني هولي كلهم بيتسموا السبانيش بوتايز او الربطات العنق الاسبانيه. بتميزهم شوي شكلها عن الكلاسيك البابيون الفراشه. فصار عندنا كثير نحن موديلات اليوم فيها نطلع منها عن الكلاسيك. نعم. عم نشوف هيدا ايضا باللون الزهري. يمكن هيدا على الاكيد بس للنساء. صح 100%. مدخل لها دونتيل كمان. عندك قطع نسائيه، قطع رجاليه وقطع ولاديه. وولاديه ايضا كثير حلوه هيدا كمان. خلينا نفرجيها على الكاميرا. يعني عطا كمان الاولاد بيكون عندهم يمكن ذوق باللبس وبحبوا بالبابا يمكن مرات. صح. او خيهم الكبير او هون مثلا باللعب تبعهم كمان. نعم. فأكيد تعجبهم الفكرة. اللي إذا بدنا نحكي عن موضة العام 2018 بربطات العنق، شو بتنصحنا؟ موضة 2018 شيء الحلو لهالسنة أول مرة عم نشوفها هي إنه بطلنا إذا مثلا تنقول نحن هلأ فصل الشتاء يعني الألوان داكنة أو غامقة. عادة أوقات كنا نشوفها قبل إنه خلص بالصيفية ألوان فاتحة وبالشتوية ألوان غامقة. هالسنة الشيء الحلو فيها إنه لأنه اللوك تبعنا بيكون يمكن البدلة لونها غامقة، ربطة العنق عم تكون فاتحة. عم تعطيها هيك تاتش صغير، عم بتفتح اللوك بس بذات الوقت بعطيك محافظة على اللوك الكلاسيكي والشتوي. صحيح. اللي ربطة العنق الفراشة أو البابيون كمان هي احد اكسسوارات البدله. صح. يعني في كمان الفولار مثل ما عم نشوف. الشال، الكافلينجز الى اخره، في عده اكسسوارات. كيف بيتم التنسيق بين القطع بين الاكسسوارات المختلفه ليطلع اللوك نهائي؟ هلا التنسيق بيصير على صعيدين. اول صعيد اكيد اللوك يلي اختاره الزبون او الرجل عندي ان كان من لون ربطه العنق يلي اختاره او لون البدله. واوقات بتصير على صعيد المناسبه. نعم. يعني اوقات باعراس بتعرفي بيكون منقيين لون معين او محدد للعرس، فكمان بنمشي على حسب هذا اللون المنقى. نعم. اذا اخترنا مثلا لون الذهبي حلو نكون ندخل مثلا لون الذهبي، يمكن ندخل له معه مثلا لون اسود مثل ما شايفي على ربطه العنق. نعم. مدخلين اللونين سوا. فعادة هالخلط اللي بيصير بالالوان بتعطي هيك طبع احلى لللوك. وبهيدي ربطة عنق الفراشه اللي عم نشوفها الغريبه جدا بتصميمها ايضا في هذا الدمج بين الاسود او اللون الغامق جدا. صح.
والذهب، شو قصتها هيدي تحديدا؟ هيدي هي خصيصا لمخرج. نعم. انا كثير بيجينا اوقات طلبات ناس بمهنه معينه بحبوا يلبسوا ربطه عنق تمثل المهنه تبعهم. نعم. يعني مثل ما شايفه هون واضحه انه هي من تبع الكاميرا، نيجاتيف الكاميرا، فعملناها بطريقه انه بس يشوفها الواحد ديركت بيعرف شو مهنته للشاب اللي لابسها قبل ما يكون هو يعرفه لإله. نعم. بدي أسألك أرجع عن الفولار، مين بيلجأ لارتداء الفولار؟ وهل مثل ما ذكرت فقط في فصل الشتاء أم في مواد حريرية يعني ممكن نلبسها بالربيع والصيف؟ الجواب باختصار لو سمحت لأنه ضيق من الوقت. الفولارات مثل ما قلت لا كمان صار بنلبسه بفصل الصيف والشتاء، بيختلفوا أكيد النوع الأقمشة. بفصل الصيف بتكون أرق، بفصل الشتوية بتكون شوية أشد. كله كمان مرسوم على الإيد وهول بيجي عادة حرير 100%. حرير وعم تعطي تموج بين ثلاث ألوان. صح، عادة بيجوا دبل سايد يعني على الميلتين بينلبسوا مثل ما شايف اللونين مثلا. حلو، مموج بيجي. اوكي، فهيك بيكون عندهم خيار اكبر. والاختلاف بين الجهه الاولى والجهه الثانيه خفيف جدا، هالقد عم تهتم بالتفاصيل. اكيد، لانه تيكمل اللوك يعني هو كل هول الاكسسوارات البدله بالنهايه عم تعطي لوك كامل متكامل. نعم. فما فينا نهمل يعني تفاصيل معينه ونكون عم نركز على غير قصص. بدي ألفت أنه هيدي ربطة العنق ارتدتها أنجلينا جولي وأخذت ضجة كثير كبيرة على السجادة الحمراء بأحد المهرجانات الدولية. شكرا كثير لك مصمم الأزياء إلي عساف، وإلى مزيد من التألق والإبداع. مرسي. والآن مشاهدينا إلى مطبخ صباح النور وولاء أشا. صباح النور. وشيف نور عم بيحضر يلي حضروا حضر كميه كبيره وهلا بده يزينها قدامكم لحتى تشوفوا شو بده يعمل. شيف كلنا لك وكلنا زين صاغي، بس انت عم تهرب. انا مش عم بهرب. عم بيهرب. انا عم بحاول اركض كرمالك مشان الوقت لك. انا جاهز، انا حاضر، انا ما عندي مشاكل. طيب ناخذ اول وحده نحطها. فنحن بعد ما كنت بردتهم بالبراد رجعت قطعتهم انت. صح. ورجعت لبستهم بالقناش وزدت لهم الارز المحمص. مزبوط. وهلا التزيين النهائي. فرجينا وحده. يلا. انا متشوق جدا لحتى اشوف. انا ما حكيت شيء. اوكي. خلينا بس نشيله. صراحة ما عم بقدر اصبر هالقد، يعني انت عم تاخر علي كثير، بدي اشوف النتيجة النهائية. حتشوف النتيجة النهائية. بدي يعني خلاص حرقت لي اعصابي. يلا هي حطيناهم بالطريقة مرتبة لأنه الترتيب كثير مهم. أكيد العين تأكل قبل الفن. طيب. أحيانا بالنسبة للتزيين بنجيب ورقة نايلون بنحطها على الطاولة، ولح استعمل الديكو فوندون هو عجينة السكر هيدا اللون واللون الأحمر واللون الأبيض واللون الأسود. بهيدا الألوان لح افتح هيدا اللون أول شيء، لون الكراميل أو اللون البني الفاتح. دايما لما بدي اشتغل بالعجينة السكر إذا بدي ركب شخصية لازم دايما بلش بشكل كرة، لا دمعة. يعني إذا أنت عندك بطن فيك تستاخد الدمعة وتشتغل على أساسها، إذا بدك تركب إيدين كمان تشتغل بدمعة، إذا بتشتغل بالرأس كمان بدك تعمله شكل دمعة. فدايما بالعجينة لما بدي شكل حيوان أو حيلا شغلة لازم اشتغل بطريقة الدمعة. هلا بهيدي الدمعة بطويها شوي من تحت وبحطها على الورقة النايلون هون، بشتغل بهيدي العصاية وبعمل لها بس هيدا الشكل، يعني من رقة رقة قليلة خفيفة إذا الكاميرا بتخدها. وبرجع بالسكينة بعمل لها حز اثنين، برجع ببرمة حز اثنين، بصير عندي هيدا الشكل. أوكي، بدنا نشوف الشكل النهائي. هيدا جهة اليمين. جهة الشمال
كمان بياخد دمعة وبعمل لها هيك وبتعجى بعكسها، ونفس الشيء برجع برقها بالعصاية وبرجع بحززها 1 2 3 4. صار عندي يمين وشمال. اوكي كاميرا اذا بتاخذها. حزرته بعد شو هو ولا بعد ما حزرته شو عم بيعمل؟ اوكي صار عندي اليمين والشمال، برجع بعمل طبيط بيض هول الطبيط بالعجينة البيضاء، برجع طلع العجين الأسود وبعمل طابة كتير صغيرة وبحطها فوق البيضة. عيون صح؟ عيون. شاطرة أنا. أوكي هلا so, عرفنا عيون، عرفنا أن الحيوان عنده عيون. ايه اوكي مش من الحيوانات عندها عيون. هيدا الحيوان. ايه و برجع بعمل وحده تانية وانا استكمل تفاصيل الوجه. صح رح ساعدك انا بالاحمر، بيعمل لي طبيط حمر، نعمل كره حمراء. اوكي اوكي يلا جمع. يلا بعد كره اجمع واربح. يلا قبل ما انا عامل زياده هون على الطاوله، يلا هستعمل الفرشاية، استعمل الذهبي لأنه العيد بده شي لون ذهبي. ما هي هذه المادة شفنا؟ هذا جولد طبيعي، هذا ذهب طبيعي، ذهب طبيعي 24 قيراط. طيب يلا نعم. طيب يعني احنا حنتركك شيف كفي، انا هيين خلصت، حنرجع نشوف بعدين الشكل الأخير. نعم يلا هوب. هاي صار في عنا حيوان الرنة من القطب الشمالي. جميل رح نكمل على البقية. جميل جدا يعطيك. اذا شكرا لكم يا شيف، حنرجع نشوفهم في شكلهم الاخير. مشاهدينا فاصل جديد نتابع بعده صباح النور، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى ساعتنا الثالثة من صباح النور ودائما من بيروت. ننتقل مباشرة إلى وقفتنا السياسية الأخيرة مع الزميلة رويدة بعيد ومع الخبر. شكرا لك راوية. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، وهذا موجز لأهم الأنباء. عدد من الحافلات تصل إلى منطقة بيجن استعدادا لإخراج مقاتلي المعارضة السورية وعدد من الأهالي من آخر معاقلها في غوطة دمشق الغربية، وسيتم نقل قرابة 400 شخص باتجاه محافظتي درعا وإدلب. تنظيم الدولة يتبنى هجوما استهدف كنيسة مارمينا في حلوان جنوب القاهرة أودى بحياة 9 أشخاص، ووزارة الداخلية تعلن اعتقال المهاجم وتقول إنه أحد أخطر المطلوبين في قضايا الإرهاب. وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس يقول إنه لولا وجود جهود الولايات المتحدة لا وقع المزيد من الضحايا في صفوف المدنيين في اليمن، ويؤكد التزام واشنطن وحلفائها بتحييد المدنيين عن الصراع الدائر. وزارة الخارجية الأمريكية تدعو دول العالم إلى دعم تطهرات الشعب الإيراني في وقت تتوسع فيه رقعة الاحتجاجات لتشمل عدة مدن رئيسية في إيران بينها طهران وقم وكرمنشاه وأصفهان. مسلح يقتل شخصين في مدينة هيوستن بولاية تكساس قبل أن يقدم على الانتحار، والشرطة المحلية تقول إن دوافع الهجوم جنائية. هذا كان كل شيء، شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، والآن عودة إلى الزميلة راوية. شكرا لك رويدة. قبل ما تفلي بدي أسألك سؤال. تفضلي. ما هو أجمل فيلم حضرتي بالسينما لعام 2017؟ أجمل فيلم، هل أنا فخورة بذا ماونتن بتوين أس لأنه المخرج فلسطيني فشهدتي مجروحة أصلا. جميل جدا. هاني أبو أسعد. جميل شكرا لك. مشاهدينا ومن السياسة إلى السينما، ما هي أبرز الأفلام الأجنبية للعام 2017 وأخبار سينمائية متفرقة؟ تطلعنا عليها الزميلة ماري تريز معلوف في فقرة الفن السابع. صباح النور لكل المشاهدين. من بدي أقول لها لرويدة أنه
رح نحكي عن The Mountain Between Us. جميل، يعني لا شك بأنه 2017 كان فيها كثير من الأفلام الناجحة، كان فيها كثير من الأفلام الناجحة والعالمية. امبارح حكينا عن الأفلام العربية، واليوم رح نتطرق على الأفلام العالمية، و The Mountain Between Us يمكن نعتبره من أبرزها الأفلام طبعا. العالمية، مخرج فلسطيني لكن هو فيلم عالمي، مع أنه نزل بأواخر هذه السنة يعني فعلا، بس هو إنتاج 2017 لأنه كان بالصلاة وبعده عم ينعرض ببعض الصلات العربية. البداية راح تكون من 20 يونيو حزيران الماضي، أعلن الممثل البريطاني دانيال دي-لويس بعمر 60 سنة اعتزاله التمثيل، يلي يعتبر أحد ألمع فناني جيله. دي-لويس انتقائي جدا، أخذ أدوار صعبة ومركبة، وهو الممثل الوحيد يلي نال جوائز أوسكار، ثلاث جوائز أوسكار. نعم. آخر أفلامه هو هالعام يلي آخر أفلامه يلي بدأ ينعرض بصالات عالمية لكن نحن بانتظاره بالصالات العربية هو فانتوم ثريد، فيلم درامي تقع أحداثه بعالم الموضة خلال الخمسينات بلندن، حيث يتم تكليف خياط شهير بتصميم الفساتين لأعضاء الطبقة الراقية والأسرة المالكة ونجوم الأفلام. بدور أحداث الفيلم بهيدي الحقبة نحن بانتظاره، للأسف هيدي كانت خسارة كبيرة للسينما العالمية طبعاً. هيدا العام نتمنى أنه يغير رأيه مثل النجوم العرب يعتزلوا بيرجعوا بيغيروا رأيه، نتمنى أنه هو كمان يغير رأيه. من ناحية أخرى فاز فيلم مونلايت يلي من ما بعرف ليه بس اجى على الاستوديو بتجلس تعالي فاز فيلم مونلايت بجائزة أوسكار أفضل فيلم بعد خطأ فادح صار بالأوسكار، واللي كان هو حديث الموسم مع بداية السنة. نعم. لأنه كان تم الإعلان عن الفيلم الاستعراضي الغنائي لا لا لاند أنه هو يلي فاز بالأوسكار، لكن طلع على المسرح المنتج وأعلن أنه الفيلم الرابح هو مونلايت. هيدي يعني هذه الغلطة بتصير دائما أصلا، حصلت حصلت من سنوات كتير حتى حصلت بملكات الجمال يعني بتصير، لكن كتير أخذ الضجة لأنه تعتبر يعني من هفوة كبيرة بالأوسكارات. صحح الخطأ ومئات الملايين كانوا عم بيشوفوه وانتشر على كل مواقع التواصل الاجتماعي. رح نبدأ بالأفلام البارزة لهذا العام. كان في مجموعة أكيد كبيرة من الأفلام يلي منها كانت أفلام جيدة، منها كانت أفلام مستقلة، أفلام البلوك باستر، أفلام أكشن، لكن رح ننقي كم فيلم لنحكي عنهم. نعم. الفيلم الأول بالبداية هو The Mountain Between Us. نعم. فيلم جمع ثلاث أنواع سينمائية، فيلم بيحبس الأنفاس بين المغامرة دراما والحب، وقصة مؤثرة. مظبوط يعني استمتعت بهذا الفيلم من أول دقيقة لآخرها، لأنه عن جد مثل ما ذكرت بيحبس الأنفاس، في حب وفي مغامرة وفي تشويق وفي تصوير رائع، رغم أنه تضمن بعض الكليشيات المستعملة بها النوع من الأفلام، لكن هيدي كانت خطوة مهمة لهاني أبو أسعد يلي هو طبعاً. كان سابقاً موجود بالسينما العالمية لكن خطوة إلى الأمام. كمان نتمنى بالسنوات المقبلة أنه نشوف أعمال كمان بعد أكبر لهاني أبو أسعد ولمخرجين عرب كمان. أكيد. الفيلم كان من بطولة كيت وينسلت وإدريس ألبا، وهالفيلم هو من أحدث الأفلام يلي بعده عم ينعرض بالصالات ونحن فخورين فيه. الفيلم الثاني هو Stronger يلي بيحكي عن قصة حقيقية، واللي لفتني بهيدي السنة وسبق وحكينا عنه أنه كان في كتير كتب، كان في كتير أفلام مأخوذة عن كتب أو عن روايات سيرة ذاتية أو قصة حقيقية، يلي هو هيدا الكتاب مأخوذ عن كتاب لسيرة ذاتية لشخص صار معه أكسيدان بوقت تفجير بماراثون، فكمان كانت قصة مؤثرة، لكن كمان بالإخراج كان في شوية تطويلات، لكن يعد من أبرز أفلام هيدا العام. كمان بدنا ننتقل لفيلم جديد وهو بيبي درايفر. المميز بهذا الفيلم أنه جمع بين الكوميديا، الأكشن، الموسيقى بشكل رائع، حيث صنفوه العديدين أنه هو من أفضل أفلام هالسنة. كمان كان في شخصيات مميزة، بطل العمل يلي كمان بطل العمل جدا موهوب يعني رغم هالدمج فعلا هالدمج هالنقل السريع ميز هيدا الفيلم. وبتدور أحداثه حول سائق سيارة شاب لقي نفسه مشارك بعملية سطو ومحكوم عليها بالفشل، وبعد ما نجر على عدة قصص
مع العصابة. أنا أكثر شيء حبيت بهذا الفيلم الموسيقى، كانت فعلا يعني بتنقلك لجو، بتحس حالك عم بتسوقي معه السيارة، لأنه الموسيقى موجودة داخل الفيلم، لأنه الأحداث سريعة، فالموسيقى كانت جدا سريعة وتواكب هذه السرعة. رح ننتقل لفيلم آخر هو Get Out. هذا الفيلم يعالج مشكلة العنصرية بأمريكا بشكل رائع بطريقة جديدة، حيث نتابع بطيات أحداثه قصة شاب أسود يسافر مع صديقته صاحبة البشرة البيضاء إلى منزل والديها لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، لا يتفاجأ بأنه عم بيعدوله واحدة من أكبر المصائد جنوناً. بيميز هذا الفيلم أنه عم يحكي عن العنصرية، واللي كمان خلال هالسنة شفنا كتير أفلام حكيت عن العنصرية لكن بطريقة مختلفة، من زاوية جديدة، مش من زاوية جديدة ومن زاوية عصرية إذا فينا نقول، مش رجعوا بالتاريخ. كمان هذا الفيلم قدر يبرز ممثل جديد هو دانيال كالويا، يلي أدى دور الشخصية الرئيسية بطريقة مثيرة، ونحن بانتظار كمان هذا الفيلم أنه رح يكون بجوائز الأوسكار، والمتوقع أنه كمان يقدر. ماري تيريز بنلاحظ بالأفلام بهوليوود بيتم إسناد الأدوار الرئيسية لأحيانا لممثلين جداد بيشوفوا فيهم قدرات تمثيلية رائعة. بعالمنا العربي قليل ما نلاقي هذا الموضوع، يعني دائما بيروحوا إلى الأسماء، يعني الأسماء الكبيرة المؤكدين أنه مؤكدين أنه هيدي ستجلب فعلا. بيكون عندنا شيء يستعمل بهمه الأسماء اللي بتبيع، التي تبيع يعني الأفلام التجارية، حتى أنه يعني أحيانا حتى أسماء معروفة هيدا. لكن ببعض الأحيان عم بيكون في، خاصة بالسينما عم بيكون في إدراج لممثلين شباب، لكن ليس بالأدوار الرئيسية هيدي بلا ببعض الأحيان، يعني مثل شفنا بالفيلم اللبناني، فيلم كتير كبير يلي العام الماضي كان مرشح وصل للأوسكار، كل أبطاله كانوا ممثلين هن خريجين معهد التمثيل لكن ما وقفوا بأدوار أولى، وقدر فعلا لأنه يمكن بالمحدود الإنتاج عنا فدايما بيخافوا أنهم يخاطروا. لكن حتى بالأفلام المستقلة أوقات كتير عم بيكون في اختيار لحتى غير ممثلين، يعني مثل فيلم ربيع أنه عمل كاست لشاب هو بيعاني من أعمى ما بيقشع، نشجع هذه المواضيع نحن، فاختاروا مجي بممثل لعب هيدا الدور. مع نادين لبكي دايما بتختار، بتنزل على الشارع بتنقي أشخاص، ما بتنقي ممثلين، هذا الشيء طبعا جميل مهم ملفت جدا. رح نكفي والفيلم الجديد هو دانكر، فيلم العاشر لكريستوفر نولان يلي حبس الأنفاس من بدايته لنهايته بفضل الإثارة والتشويق، يلي كمان عم بفرجي بطريقة، مع أنه كان في نقد عليه من بعض النقاد بسبب شخصياته بسبب الأحداث التاريخية، لكن كان هو مستقصد أنه يفرجي مرحلة معينة أو وقت معين لا يضطر للأحداث يلي حكي عنها، واللي هو بيتم تطويق جنود ببلجيكا من قبل الإمبراطورية البريطانية وقت الحرب، وبيصير أحداث مختلفة. كمان هذا الفيلم بالرغم من بعض الانتقادات الصغيرة لكن يعد من أهم أفلام هذا العام. جميل. الفيلم يلي أنا السنة كتير مؤثر بس كتير حبيته هو هاستايلز، يلي رح نشوف عنه تقرير بآخر الفقرة، يلي بدأ من أسبوع بالصلاة العالمية. فعلا فيلم بيحبس الأنفاس، من بدور أحداثه عام 1892 لما بعدما يوافق قائد الجيش الأسطوري أنه ياخد رئيس قبيلة هندية وعائلته لمناطق خطرة بعد انتهاء الحرب مع الهنود، فبنشوف الحقد القتل. فعلا الفيلم فيه مشاهد عنيفة لكن مؤثر جدا وبيحبس الأنفاس، لكن تمثيل رائع لكريستيان بيل، صورة رائعة، وكمان متوقع أنه يقدر يحصد جوائز. جميل، أصلا رح نشاهد مثل ما ذكرت التقرير، تقرير ومقابلة مع الممثلين. رح نكفي مع فيلم جديد هو واندر، كمان فيلم من أجمل الأفلام يلي طرقت لموضوع إنساني وهو الاختلاف، من بطولة جوليا روبرتس، وهذا الفيلم موجه للكل لنتقبل الآخر المختلف، وأداء مميز كمان كان طبعاً بالفيلم، يعني أخذ صدى كبير مهم هذا الفيلم. الفيلم يلي كمان رح نحكي عنه وهو من أبرز أفلام هالعام The Shape of Water، يلي هو أحد روائع المخرج غييرمو ديل تورو.
الفيلم بيروي قصة خيالية بتدور أحداثه أثناء حقبة الحرب الباردة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، حيث بتعيش امرأة صماء في أحد المعامل بسرية تامة، وهالمعمل هو تابع للحكومة، وبتلاقي حياة جديدة لما تتعرف على مخلوق مختلف، وبتعيش تجربة علمية بيعيشوا تجارب مختلفة. كمان احنا بانتظار انه ينعرض بالصلاة العربية لانه بدأ بالصلاة العالمية. نعم. هيك حبيت بس كمان لانه حكينا عن الافلام يلي كانت كتير منيحة وعملت ناجحة، انه نحكي شوي عن كم فيلم صدموا المنتجين تبعها. صدمون من ناحية الإيرادات ومن ناحية النقد. من ناحية الإيرادات ومن ناحية النقد، لأنه لما يفشل الفيلم ما بيحقق إيرادات. واليوم في تأثير كتير كبير أنه لما تفوتي على مواقع التواصل الاجتماعي، لما تفوتي على المواقع أنك تقري عن الأفلام، صاروا العالم بيتأثروا، خصوصا على الاي ام دي بي، أنك تشوفي قدي أخذ ريتينج يلي هو قدي العالم حبته أو ما حبته. سو العالم صارت تتأثر بهيدا الموضوع. هيدا الشيء حسناته أيضا فعلا، انك العالم كمان بهمها انه تعرف شو هي الافلام الجيده والافلام التجاريه، والافلام حتى لو كانت تجاريه فيها تكون منيحه، لكن عم بيكون في افلام ما عم توصل. من هالافلام هو Unforgettable يلي كلف انتاجه 12 مليون دولار امريكي، ووصلت ايرادات الفيلم ل 15.168 مليون دولار. فما قدروا يحققوا، كان اعلانه سيء مع انه اتكلفوا كثير على يعني الاعلان، يعني الترويج ما كان صحيح. مع أنه حطوا مبالغ طائلة على الإعلان، لكن للأسف الفيلم بيتطرق لقصة مستهلكة بالسينما، هي الغيرة بين النساء ومحاولة القتل وغيرة امرأة من امرأة تانية أخذت لها جوزة. فحتى الإثارة في منا هالإثارة، يعني للأسف الفيلم ما قدر يحقق خسائر بدل ما يحقق أرباح يعني على شبكة التسويق. ماري تريز، أنا بعتبر أنه كل المواضيع فينا نتناولها رغم إذا كانت مستهلكة أو لا، مثل قضية العنصرية اللي ولكن هي الزاوية والجديد الذي نقدمه هو الإخراج، السيناريو، يعني في عمل، مع أنه كان في ممثلين جيدين بالفيلم، لكن هذا وحده ما بيكفي أنه تقدم فيلم. الفيلم الثاني يلي كمان كان متوقع انه يحقق ايرادات هو كينج ارثر، يلي تكلفة الانتاج وصلت ل 175 مليون دولار امريكي، بوقت ايرادات الفيلم العالمية كانت 134.260 مليون دولار امريكي. ربما كانت المهمة الملقاة على كتف الممثل الشاب الصاعد تشارلي اكبر من انه يقدر يتحملها، واكبر من انه يحمل فيلم هالقد ضخم. لكن مع أنه كان سبق ونجح بفيلم The Last City of D، يمكن حتى تكلفة الإنتاج وتكلفة كل القصص الدعايات يلي بتكون مرافقة لهيك أفلام تبقى كتير كبيرة مكلفة، فبيكونوا متوقعين أنه تقدر، وخصوصا هيدي أنواع من الأفلام كتير صارت مستهلكة، يمكن اليوم وصلت لمحل إذا ما قدرت تقدم شيء جديد ما رح تقدر تحقق أرباح. صحيح. وكمان الفيلم بسبب النقد اللاذع يلي تعرض له ما قدر يحقق أرباح. كمان رح نحكي بعد عن فيلم قبل ما نستقبل ضيفنا، هو فيلم Host in the Shell يلي تكلفته كانت 110 مليون دولار أمريكي، لكن إيرادات الفيلم العالمية كانت 169.801 مليون دولار، رغم أنه هالفيلم تحديداً حصل على دعاية جيدة للغاية ولم يفشل تماماً على شباك التذاكر، لكن ميزانية الإنتاج المعلنة لا تتضمن تكلفة الدعايات والإعلان بهالقدرات، فخسر 60 مليون دولار. للأسف في هيك أفلام كل سنة، وكل سنة بيكون في أفلام متوقعة لأنها تنجح ما بتنجح، لكن هيدا اللي لنحكي أكثر عن الأفلام السينمائية، لنحكي أكثر عن 2017. رح نستقبل معنا باستوديو الناقد السينمائي الياس دمار لنعرف تفاصيل أكثر ولناخد رأيه بعام 2017. لا ينظر صباح النور. صباح النور. صباح النور، اهلا وسهلا فيك. ثانك يو.
اللي استعرضنا هيك مجموعة أفلام خلال عام 2017 كانت جيدة. بدي أعرف رأيك أنت هيك أكثر فيلم خلال عام 2017 كان مميز لإلك، وكيف تصنف عام 2017 سينمائيا؟ أول شيء سريعا بدي أشكركم استضافة وبالتحديد لإليك، أنا فخور بصداقتك وزميلتك السينمائية، أول مرة بكون ضيفي، وفعلا منيح إنه بعد في عنا نقاد ومحللين سينمائيين مثلك ماري تريزا يحكوا، لأنه هذا الشيء نحن كثير بحاجة له، وأتمنى 2018 إنه يضل موجود، لأنه كثير مهم مش بس نشوف أفلام جيد أن نحكي عنه ونحلل ونكتب عنه. بما أنه سألتي عن 2017، أنا بعتبر أنه بلشت مفاجئة، يعني ذكرت نقطة كتير مهمة أنه حفل الأوسكار شفنا يعني صارت فيه مفاجئة لا متوقعة مع كل التنظيم والترتيب اللي يكون بقلب أهم حفل ضخم لجوائز التكريم، صار فيها لف وهف ولا تختفر يعني، ولكن عرفوا هن كيف يستفيدوا منها ويبرروها. المفاجآت بلشت من هون وكملت، يعني مثل ما شفنا يعني افلام ما كنا متوقعين تعمل نجاح مثل بيبي درايفر، كمان ذكرتي يعني ادغار رايت اللي بيقول انه صار له 20 سنه هذا الفيلم براسه عم يخطط له، مثل ما دامين شازيل عمل كمان مع لا لاند وغيره. فعلا يعني التقطيع السريع تبع الفيلم وكيف الفيلم عم يمشي مع الموسيقى، يعني بعتقد ما حدا منا ان كان نقاد ولا محبي سينما كان متوقع انه يطلع مع هيك فيلم مع ادغار رايت. اول ما تشوف الدعايه الاعلانيه تبع الفيلم ما بتكون متوقع صحيح. ابدا انه هذا فيلم جيد. وسالت سكرته عن انسل الجورت، يعني حتى الممثل الأساسي بحياتنا ما شفنا منه طلع الطاقة التمثيلية، يعني الفيلم كامل متكامل كان فعلا رائع كفيلم أكيد جماهيري. دونكيرك المخرجين العظماء فعلا يأتون بأفلام عظيمة. نعم. وكريستوفر نولان أبدع يعني على كل الأصعدة، يعني إذا نحكي عنه ومنخص الفيلم، فيلم ثالث بليد رانر 2049، يعني دائما بس نشوف سيكول وسيكول بعد 35 سنة، يعني لجم لجوهرة سينمائية لريدلي سكوت، شفنا دوني فيلنوف كيف قدر نقلنا بالرغم من أنه الفيلم ما نجح جماهيريا، ولكن هيدا منه مقياس، لأنه مثل عم يقول كان من يوم ريدلي سكوت اللي هو كان له دور أكثر إنتاجي بهذا الفيلم، عم يقول يمكن ما نجح لأنه طويل 3 ساعات إلا ربع، ولكن أنا بقول لك كل دقيقة من هال3 ساعات إلا ربع كانت يعني ابهرتنا بصريا سماعيا، تمثيل رائع كان الفيلم، واعتبرته انه مش بس جزء ثاني، اعتبرته بحد ذاته يعني قصه جديده او اعاده اذا بدك ابتكار لعالم بليد رانر. كمان في كم فيلم اذا نحكي عنه هذول هيك افلام مستقله او افلام مهرجانات، يورغوس لانتيموس شفنا له البس ولوبستر، اجى وصدمنا هالمره بكان بكيلينج اوف ا سيكريت دير. نعم. انا بختلف معك شوي بهيدا الفيلم. ذكر انه الياس هو من المبرمجين بمهرجان بيروت، وحضرنا هيدا الفيلم مهرجان بيروت، فيلم فعلا بيقطع الانفاس، لكن انا ظهرت ان الفيلم مصعوقه وهو حتى رجع هو فنيا الفيلم عنده صعقة إيجابية، وحتى لا صعقة للموضوع، الموضوع كتير خطر وكبير يعني، لكن تمثيليا كان الفيلم جيد يعني جدا، لدرجة يعني معنا ما يعني بحكي بس كثير عم تقول ماري تريز، درجة انه هو يورغوس لانتيموس قال انه انا بكان صرح اول ما كان العرض الاول فيلم اللي انا ما كنت قصد انه يكون فيلم هالقد اسك مو فيلم مريض، ولكن يبقى فيلم رائع. فيلم اخر كمان فيلم اخر كمان كان ابهرنا كمان كان اللي هو لافلس، فيلم الروسي كمان كان يعني كان بعتقد انه رح يكون يمكن له حصه مش بس حتى بترشيحات الاوسكار كافضل فيلم اجنبي، الارجح انه معقول هو يربح، او ذا سكوير الفيلم الاخر اللي شفناه الفنلندي اللي كمان ابدعوا فيه، يعني افلام كلها اخذتنا. ذا سكوير كان في نقاط اقل من ما اخذ الضجه والجائزه الكبيره، يعني ببعض الاحيان الجوائز ما بتكون معيار لهذا الفيلم، هو فيلم جيد لابد، لكن الضجه اللي بتخلق له اياه الجائزه بتكون اكبر من مستوى الفيلم. بتشاركنا بالراي؟ بشاركك، واكيد ما له نجاح جماهيري للافلام، انا اكيد معك بهذه الفكره، وخاصه ان افلام يعني اذا ما نحن كنقاد او يعني اي حد حتى الصحافه السينمائيه ما اعطتهم حقهم، بعتقد بيضلوا يمكن بذاكره السينما ولكن منسيين هيدي الافلام، وهذا دورنا ان نحن نشدد على هذا النوع من الافلام. وحتى كمان في افلام عربيه افتخرنا فيها، يعني الشيخ جاكسون اللي عم يمثل هلا مصر بترشيحات الاوسكار، ولكن ما وصل اكيد على الشورت ليست كمان الافلام الجيد، وشفنا قد ايه كمان هالفيلم يعني من بدايته بتورونتو وكل مهرجانات عالميه ممثلين من احمد الفيشاوي احمد مالك احمد مالك الياس. بدنا نحكي عن سلسله الافلام اللي هي عندها اجزاء كل سنه بيطلع مثل فاست اند فيريوس وستار وورز، شو رايك بالاجزاء الجديده وهل كانت بنفس مستويات الاجزاء السابقه؟ يعني تقول لك فاست اند فيريوس هذه الفرانشايز هلا صاروا بده يكونوا ذكيين ترفيهيا، عم يعرفوا يكونوا كيف يلعبوا هذه اللعبه الانتاجيه، وفعلا انه يعطوا يكونوا جماهيريين لكسب الشباك التذاكر 100%، ويعطوا جمهورهم ما هو ما ينتظر هذه الافلام. ولما حسينا بالفيلم قبل انه كانوا كثير عم يتكلوا على المؤثرات الخاصه، عم يروح الحس الميكانيكي اللي هو اساس هذا الفيلم بالسرعه والسيارات، رجعوا عدلوا وظبطوا هذا الفيلم، خاصه انه كانوا هن قدام اذا بدك نوع من ريسك او مخاطره، اللي هي انه بول ووكر بعد موجود من بعد ما توفي وكان صور اكثر مشاهد
الجزء السابع. وهلا عم نشوف في 2020 2021 موعودين بالتاسع ولا يشر، بعتقد انه الفورمولا الخلطه بعدها ناجحه. اما بالنسبه لستار وورز هيدا حكي تاني، يعني فعلا ديزني من بعد ما حصدت اذا بدي كل مجد لوكاس فيلم، من بعد ما بتاعت مارفل ولوكاس فيلم وغير، عم يعرفوا كيف يرجعوا يقدمون لهذه الافلام. وبعتقد انه ذا لاست جداي يعني انا بحطه من افضل افلام الجماهيريه اللي شفناها السنه، وحتى في ابعاد يعني ما شاهدناها من قبل، وراين جونسون عرف كيف يبتكر هذه السلسله عن جديد، لدرجه انه وعدوه هلا بتريلوجي تاني لستار وورز هو رح يهتم فيها ويصنعها اذا بدك. جميل. من الأفلام الجيدة والجميلة كان في مجموعة أفلام أنيميشن جيدة هيدا العام. شو فيلمك المفضل وشو رأيك بالله؟ يمكن هون لو بدي يكون شوي تحيز مجروحة، لا بس أنه عن جد هو فيلم رائع The Boss Baby، وليه عمود شيتي مجروحة لأنه السينير أنيميتر لهذا الفيلم هو المبدع اللبناني الأمريكي راني نعماني، اللي هو تولى شخصية حركة The Boss Baby اللي كانت بصوت أليك بولتون. يعني كان إلا مقابلة معه لراني وحكينا عظيم أكثر عظيم عظيم، عن جد مفتخر لأشخاص مثل راني. هو الفيلم كان من أروع أفلامه وكان ذكي جدا لدريم ووركس، عم نشوف قد ايه هالشركة عم تنافس شو بيقولوا المونسترز الكبار بهالمجال اللي هن ديزني وبيكسار. والحديث عن ديزني وبيكسار ما فيها ننسى اخر انجاز ولا اروع اللي بكينا اللي هو كوكو، اللي هو اول مره حتى الموسيقى والاغاني بالفيلم ما بتكون اذا بدك بس هدفها الانترتين والترفيه، هالمره كان في تحيه للعالم اللاتيني والسينما والموسيقى عنده بقصه ولا اروع، واخذونا الى عالم ما بعد الموت. وقد ايه هذا الشيء فعلا يعني خطير انه عم تقدم انت فيلم للاولاد وللعائله وعم تحكي انت عن عالم ما بعد الموت، ولكن قدموه بطريقه ولا اذكى مثل العاده ديزني وبيكسار. يعني هذول بالنسبه لي من اهم افلام الانيميشن السنه. جميل. طيب رح أروح على الأفلام الكوميدية، يعني بنلاحظ أنه هذه السنة ما كان في كتير أفلام كوميدية، يعني أنا من الناس اللي بهمني أحضر كوميدي بس ما كان في، ليه برأيك؟ أنا بشد على إيدكم للأسف الكوميدي عم نشوف هلا عم تروح بترند اللي هي الأفلام للأسف بدي أقولها مبتذلة، يعني شفنا يعني باد مامز كريسمس إديشن وشفنا فاضل في للأسف إنه كان سيء جدا الفيلم، يعني عم أتمنى أيام إنه ما أحكي حتى عن الأفلام أو أيام حتى بغيبها، لأنه أوكي في إلها جمهورها، ولكن أفلام عم تعتمد بس على المستوى المبتذل وعم نشوف حتى بين الكلمة والكلمة كلمات ما ممكن أن نسمعها حتى بهالقد أفلام كوميدية بالسينما. لذلك ما بعتبر أنه يمكن كان يكون بعض الأفلام مستقلة ولكن لا تذكر هالقد مهمة، ولكن الأفلام الكوميدي اللي هي لازم فعلا تفوت على كل بيت نرجع نحضرها على التي في ويكون يعني العائلة كلها تكون مجمعة حواليها، بعتقد بهوليوود بعد عم تعاني بهالمشكلة كده. عم تعاني هلا هذيك السينما مشاكل كتير مستوى الإبداع الفني، عم نشوف حتى السيكوز عم يكونوا فعلا فاشلين وحتى الجماهير ما عم يحبون. هلا الكوميدي لازم يشتشطوا بعتقد شوي، يعني للأسف انه كثير الناس بتحب تروح على السينما لترفه لتضحك لتشوف افلام مسليه. صحيح. للاسف هذا جمهور كبير اصلا للاسف، بس عم تكون ذات مستوى متردي جدا، يعني حتى ما في الضحكه. يعني شفنا حتى مثل محبس شفنا كوميدي احلى بكثير من فعلا الكوميدي فيلم اللبناني محبس. بالحديث عن الافلام اللبنانيه هيك، شو افضل فيلم بالنسبه لك كان هالعام؟ كيف كان برايك الانتاج اللبناني هالعام؟ انتاج اللبناني قصته قصه، يعني مثل بيقول صديق هادي زكاك عن السينما اللبنانيه انه مغامره الى المجهول، ما عادت بقى الى المجهول عم تتحسن، بس ما نحن منا بنهضه سينمائيه، رينيسانس بعد ما وصلنا لها. للاسف بعد عم يكون اكثر من 50% 70 ل 80% عم تكون انتاج، يعني انتاجات بدك تجاريه، وعم اقول للاسف لانه عم تكون ايام استهلاكيه، يعني منه التجاري اللي نحن بنفضل يكون موجود او بنحبس وجوده. ال 20% الباقي يعني مثل ما بتقول ذكرنا محبس، يمكن ذا انسلت، يمكن في كم في فعلا هدول افلام عم يروحوا يمثلونا برا عم نفتخر فيهم. المسافر يعني ما بدي انسى غير فيلم هادي يا عمري، يعني هو فيلم وثائقي اكيد اكيد، افلام وثائقيه عم نفتخر فيها كمان انه عم تروح وتمثل مهرجانات عالميه وتكون هالقد قد على قد ما عم تعطي حتى مواضيع حميمه مثل فيلم يا عمري اللي عم يحكي علاقته هو بجدته، اثر فينا كلنا طلعنا من الفيلم يعني اخذين رساله شخصيه من الفيلم. الناقد السينمائي إلياس دومار رح نشكرك على هالمقابله وبنتمنى لك عيد سعيد وسنه جديده، وان شاء الله بال 2018 تكون الافلام السينمائيه بعد احسن والانتاج العربي يكون افضل. شكرا لك. مشاهدينا، رغم فرق السنوات الطويله تتماهى احداث فيلم هوستايلز يلي حكينا عنه من شوي مع احداث ما يحدث اليوم بامريكا والعالم من تعزيز للانقسام وكره الاخر الذي لا يشبهنا. كنا موجودين بعرض افتتاح هالفيلم وقابلنا أبطاله. تقرير من هوليوود. طبعا سنشاهد هذا التقرير ثم سنذهب إلى فاصل، انتظرونا بعد التقرير والفاصل. من بطولة كوكبة من النجوم من بينهم كريستيان بيل، ريزموند بيك، بن فوستر، بول أندرسون، ومن إخراج سكوت كوبر
يصدر في 22 من الشهر الحالي فيلم بعنوان هوستايلز يحملنا إلى القرن 19 لنتابع أحداثا تتم في الغرب الأمريكي وتحمل الكثير من المغامرات والدراما. Scott Cooper, the director and myself, we were seeing what was happening whilst we were filming and recognizing that the film was becoming more and more relevant every single day. And then since our new leaders in America have been elected, it's become more and more relevant with the ease with which people choose to express their hatred of the other. And that we've been through this, you know, in America many times. And we've enacted the most hideous violence. I say we because it's my adopted home. Obviously, I sound English and I, you know, grew up in England. But my family is all American. And I'm really fascinated with American history and absolutely love the country and care about it so much. But that we've been through that. And we should have learned our lesson from it. تدور قصة الفيلم في إطار درامي داخل الغرب الأمريكي خلال عام 1892 مع نهاية الحروب الهندية، حيث تبدأ بمهاجمة عصابة عنيفة من الهنود لعائلة من المستوطنين البيض، وبعدها يدخل الكابتن بلوك إلى الأحداث حيث يسير بصحبة مجموعة من الجنود وهم يرافقون السجين العسكري الزعيم يلو هوك. And realizing that we all need to better understand one another and all need to reach for a certain enlightenment as we're headed down some dark and polarizing paths. Well, I tend to write for certain performers, and I wrote with almost every actor in this film in mind. Fortunately, they said yes. And when you have Christian Bale anchoring the cast, it's going to be a great experience. And I think he's one of the best. هوستايلز من إنتاج استوديوهات انترتينمنت السينمائية، وبلغت تكلفة إنتاجه 55 مليون دولار، وهو من إعداد وتأليف الثنائي سكوت كوبر ودونالد إي ستيوارت، وتمتد أحداثه المشوقة على مدار ساعتين. That was the most difficult part of the whole thing, I believe, is playing someone who knows he's slowly dying, and how do you go about dealing with the end of life? It's kind of an unknown. أثنى النقاد على الفيلم معتبرين أنه تحفة سينمائية تستحق التقدير، بدءا من الصورة وصولا إلى الأداء التمثيلي والموسيقى، ما يعني أنه إنتاج متكامل سينافس بقوة في موسم الجوائز الذي يبدأ مع نهاية العام الحالي. Any of us have the capability and the capacity to be hostile, to be dangerous, to kill. And for me, what I found was interesting is, you know, if you were to put yourself in somebody's shoes that you are villainizing, how would you react in their shoes? How would you react in the same way that they did, or would you not? هوستايلز فيلم عن الحرب والحب يستحق المشاهدة بسبب المجهود الكبير الذي وضعه فيه صانعوه وممثلوه الذين آمنوا أنهم من خلاله ينقلون رسالة قديمة إلى مجتمعات حديثة لا تزال تعاني الصراعات ذاتها. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. فقرة ولا أشهى تغير مكانها الآن، فالشيف جوستاف أعد لنا مائدة مميزة، وإلى ولا أشهى. شيف اليوم عم تطبخ لنا وبدنا ندوق دغري. أكيد. أهلا وسهلا فيكم بتيبانياكي البيت. عم نحضر هون هلا تيبانياكي مثل ما بنحضره بالبيت باليابان. نعم. ألا وهو طبق حار، وبنختار اللحوم والأسماك اللي بنحبها والخضار وبنشويها مباشرة، وبنكون محضرين نوعين من الصوص. عندنا هون السويت اند ساور
والصوص الثاني هي خل أبيض وصويا صوص نص بالنص نص الكمية وكمان فبالتالي نص بالنص بنحط الكمية ومنقطع البصل الأخضر ومنضيفه إلى الصلصة. واللي بده يصير إنه كل واحد منا عنا المكونات بتكون موجودة أمامنا بنكون نحن محضرين مقطعينها جاهزة وكل شخص بياخد الشغلة اللي بده القطعة اللي بحبها وبساعتها بيضيفها إلى الطبق الحار وبيشويها على الدرجة اللي بحبها. يعني إذا بنحب اللحم يكون مطهي جيدا أو بنكون بنحب يكون طهيه أقل فبالتالي بنطهيه حسب إرادتنا. وبصير في خدع بسيطة كمان هون لأنه مثلا قطعة تربيان حدا حاطط عينه عليها حتى ما يسرق لكم إياها فممكن أنتوا شو تعملوا تاخذوا مثلا قطعة البصل وبتخبوها بقطعة البصل ما حدا بيعرف بأنه في تحتها روبيان مثلا ساعتها أنتوا بتكونوا عرفتوا أنه انطهت ساعتها بتشيلوها خليها شاف عليها مخبري مخليها مخبري هذا لك هذا زهر أسلي شو ما تخبوا حدا. وفي عندكم الفطر عندكم البين سبراوتس أي براعم الفول وفي عندكم هون حطينا باذنجان باذنجان مشوي ما في أطيب منه. وهلأ كيف الفكرة أنه عندكم الصوص اللي قدامكم تاخذوا القطعه اللي بتحبوها وفيكم تغمسوها بوحده من الصوص او الثاني او اثنين مع بعض حسب انتم كيف بتحبوا تركبوا الطعمه. فهون اذا بتشوفوا اللحم صار جاهز والروبيان كمان ما بياخذ كثير وقت الروبيان يعني دقائق بسيطه لحتى لا يكون كمان انطهى وحطينا كمان الكلاماري كمان صار جاهز. فهي الفكره هي لذيذة جدا هلأ بموسم مثلا نحن بالخليج هلأ صار الطقس اللي بنقدر نطلع فيه ونعمل باربيكيو فهذا باربيكيو ياباني نعم. وكمان باليابان هذه تطبق داخل البيوت كمان حتى بالبلدان الأكثر برودة من الخليج هلأ طقس كمان مناسب نعم يعني كده ما حنتحرم من أنه نحن نشوي برا ممكن نشوي جوا البيت صحيح والاستوديو ممكن نشوي جوا الاستوديو قادم من الأشياء الثانية هاي حلاوتها أنه نكون عم ناكل وعم نتحدث والحديث داير وبالتالي بناكل كثير وبناكل بس على مهل يعني بيكون الوقت اللي قاعدين فيه على الطاولة وقت أطول. وبالتالي أنا حضرت لكم صحيح سوب هاي الميزو سوب لا هون هيدا اللي بدون بدون ثمار بحرية وهون مع الروبيان وهاي إذا بتحبوا تزيدوا عليه القليل من الصويا في عندكم هون قليل من الصويا ممكن تضيفوا عليها مشان الملوحة. كمان من الأحل الأشياء ناكل كتير ولكن بيكون في بعض الكميات اللي بعدها موجودة في نوعين من الصوص اللي بنلاقيها بالمحلات بالسوبر ماركت ممكن نضيفها على الطبق. في نوع اسمه سوكياكي وفي نوع اسمه ترياكي. فلما بنوصل لآخر الطبق بعد بدنا ناكل بكل بساطة منزيد القليل من الصوص عليها فبتصير بتقبل أكثر. وكمان بالنسبة لموضوع النشويات لأنه هاي كلياتها بروتينات وكلها خضار فينا كمان نعمل معكرونة هذا نوع الأودون مثلا منحطه كمان هذا بيكون مطهي مسبقا مسلوق مسبقا نعم. فاللي بيصير أنه منضف له كمان الترياكي أو السوكياكي ومنحركه قليلا وفي دغري أخذ لون وتسخن بسرعة وهي أنواع الصوص فيها سكر فبالتالي بيصير في عندها طعم الكراميل داخلها نعم. فلذة الأطباق إنه إذا ملاحظين أنه الطبق تبعكم صغير لأنه بالتالي ما بتحطوا كميات كبيرة مجرد القطعة اللي صارت جاهزة بتحطوها بطبقكم بتغمسوها وهون رح نوزعكم القليل هيك بتحافظ على حرارتها أيضا نعم. شف يعني هيك جلسة تستمر لأكثر من ساعة أكيد. على السفرة نعم نعم هيدي جلستها طويلة والأحاديث رائعة رائعة للأصدقاء للأحاديث بزمن اللي كل الناس ملهيه على على السوشيال ميديا على التليفونات هون ما في مجال هون عم نطهي اكلنا والا ما بناكل الشوبستكس اي نعم. هلا الجميل انه يمكن بناكل اكثر بس الاكل ما انه دسم يعني صحيح. كله مشوي ما في اي مواد دهنيه مثل ما لاحظنا فبالتالي عم نشوي طبق اذا بنشوف هدول اللي حطيناهم حطينا عليهم الصويا صوص كيف صاروا كاراميلايزد كيف لونهم تبدل
فأنا بعرف أنت ما بدنا نتذوق أو بس رح نتفرج؟ تفضلوا لأنه في أشياء انتهيت. فها يلا تفضلوا. شاب شو عن هيدا الزينة؟ يعني الزينة بتعرفوا كوكب اليابان بيعتمد على كثير من الرمزية. بيعتمدوا كثير على الرمزية بعاداتهم. فهاي هي علامة استقبال الضيف. لأنه عادة الضيف بيترك حذائه برا وبيدخل لجوا، فهاي لاستقبال الضيف. وهون عنا كمان هاي فيها كثير شعارات وأمثلة ألا وهي هاي شيء اسمه كوينوبوري اللي هو سمكة الكوي، وهي هيدي علامة العائلة، يعني رب العائلة والزوجة. وإذا كان في كوينوبوري، كوي هو السمكة، كوينوبوري فهيدا الأب، هيدا الزوجة. وإذا كان في أولاد بيكون في أسماك أصغر بيكون تحتهم بتما بيمثلوا أفراد العائلة. هيدا الرمزية بكل شيء. نعم. وإذا بتشوفوا هون قبعة الساموراي، هاي كلها من علامات القوة. والكوينوبوري هي السمكة، هاي تعتبر رمز للقوة. نعم. لأنه بيتفائلوا فيها كتير، لأنه هيدي السمكة هي الوحيدة اللي بتطلع برات المي، فبالتالي تعتبر قوية. فكرمز للقوة والصحة هيدول هن الشعارات. فبنتمنى لكم يكون التيبانياكي عندكم في البيت شهي، ودائما من مطبخ ولا أشهى. ولا أشهى ولا أحلى. الفكرة اليوم عن جد رائعة وممتعة. نتمنى من المشاهدين أنه يطبقوها عندهم بالبيت. أما الآن مشاهدينا، وشكرا كثير لك شاف. على فكرة أيضا ممكن تطبيق هذه الفكرة على حلويات، يعني بمعدات تانية. نعم. فالمرة الجاي مشاهدينا بنوعدكم بحلقة مع شاف نور. أما الآن فننتقل إلى فقرة ينتظرها الجميع في عطلة نهاية الأسبوع، Call Me a Stranger أو سميني غريبة، عنوان آخر أغنية لضيفتنا اللبنانية الأمريكية التي لم تكن يوما غريبة عن الأجواء الموسيقية العربية. لبنانية عرفت كيف تثبت نفسها وموهبتها في هوليوود. رحبوا معنا بميسة قرعة في فقرة نغم. أهلا وسهلا فيك ميسا. مثل ما عرفنا عليك، حضرتك مغنية لبنانية الأصل ووصلت إلى العالمية من خلال هوليوود وتواجدك بأمريكا. خبرينا عن رحلتك من البداية إلى اليوم سريعا. أنا بلشت بمسيرة الفن من أنا وصغيرة، كنت عم بدرس هون بلبنان بالكونسرفاتوار الوطني. سو هالشي تبين من أنا وصغيرة، بس كان شيء شغف وحب لإلي، كنت كثير حبه بس ما أخده كمهنة، كهوية أكتر. كهوية أكتر. رحت على أمريكا ودرست الهندسة قبل، وحسيت أنه هيدا الكارير هي كارير شوي مش بس مبنية على التالنت، في كمان circumstances، عالم، شانس، كثير أشياء يعني كمان بتلعب دور أنه للواحد يوصل فيها. سو كنت شوي مترددة لوقت ما تعرفت على كوندكتور، بس كنت دايما عم بغني وعم بعمل جولاتي، بس بعد عم بدرس هندسة وما بدي أكون أنه professional singer، متفرغة للغناء. yes. سو تعرفت على كوندكتور فرنساوي، إجا قال لي ميسا وقتها رح تقابلي الله رح يسألك سؤال، أنا عطيتك موهبة شو عملت فيها؟ وحسيت هنهار أنه لا، أنا في ريزن ليش عم ضل ارجع على المسرح ودايما بدي غني وبدي to share my stories. exactly. حسيت انه هالشي كان ما بخليني انه ما رح اقدر اوقف. سو تركت الهندسه ورحت على بيركلي كوليدج اوف ميوزك اللي هي جامعه من ارقى جامعات الموسيقى بالعالم، وحسيت انه من خلال اني اتعرف على different cultures وعالم من عده بلدان رح اقدر اخبر اكثر عن العالم العربي، اتعلم اكثر الموسيقى، اتعلم different styles. وهالشي هو يلي ساعدني اني اقدر فوت اكثر على الدومين وعلى الاندستري وافهم كيف الاشياء بتصير. ومن بعدها رح نحكي عن الفيلم يلي هلا you will talk about it. غنيت بفيلم American Hustle، فيلم ترشح لعشر جوائز أوسكار، وهالشي فتح لي كتير أبواب لأقدر كمل. Call Me a Stranger أغنية صدرت مؤخرا لك، أغنية كانت جميلة ولاقت استحسان كبير. أنت بتعتبري نفسك غريبة؟ بيقولوا we fear the unknown، يعني منخاف من المجهول.
حسيت انه العالم ما كتير بتعرف عندها أفكار سلبية عن العالم العربي، وصار هالشي شوي يضايقني، وحس أنه لا، كل ما بدي أتعرف على شخص حتى إذا كنا رفقة أو حدا مين ما كان، حسه ما يكون عنده كتير فكرة عن العالم العربي، حب أني خبره أنه لا، نحن عم نعرف نعيش ونحن عم نعرف حياة العيلة والأصحاب، ومش مثل ما أنتم بتفكروا. حسيت حالي أنه دايما عندي مثل هالإنترودكشن، أنه بدي أفسر مقدمة رسالة دايما أنه تقلون ليكم نحن مثل بعض، قبل ما يكون عندكم أفكار انا عم بقول لكم انه هيك 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 وهيك، وحتى انه بصر انه انا اجيب البان تبعي واصحابي دايما على العالم العربي لفرجيهم، وكلهم بيتفاجئوا وبينبسطوا وبيقولوا لي انه ليش الميديا عم تبين بس هيدا الصوره السلبيه. سو هيك بلشت غنيه Call Me a Stranger، انه ما تعيط لي غريب قبل ما تعرف انا مين وقصتي. نعم. شو هي ميسا؟ نعم. عاوزين نسمع منها، يلا مش نشوفها نسمع. حنشوف فعليا لقطات من الفيديو وبنرجع بنتابع حديثنا معك. Alright. What I believed and who I am. يعني ميسا، لا شك بانه فيلم امريكان هوستل اللي عملتيه واللي غنيتي فيه وايت رابت، خبرينا اكثر عن هذه التجربه الناجحه تعتبر. من بعد ما كنت عم بعمل جولاتي بامريكا وبكندا سمعوا عني واللي عم بيعملوا البرودكشن تبع الفيلم، وكانوا عم بفتشوا على حدا ليغني هذا الغنيه باللغه العربيه. هي وايت رابت هي غنيه روك مشهوره كانت بالسيكستيز، وحبوا انه يعملوا نيو فيرجن لها، وبيبين بالفيلم روبرت دينيرو عم بيجرب يحكي بالعربي، وبهيدا اللقطه بتقطع غنيتي. بس انا بهالوقت ما كنت عارفه كل هالاشياء، واتصلوا فيي وقالوا لي، انا كنت عايشه بوستن بوقتها بس ثاقبت بلبنان عم زور اهلي، وقالوا لي انه ميسا نحن وي وود لايك تو اوديشن، عم تعملي اوديشن بس نحن مفكرينك اكزاكتلي مفكرينك ببوسطن بس انت بلبنان، سو نحن وبناخذ ديسيجنز قرارنا ب 24 ساعه، ما بفتكر انه رح نلحق انه بقى. كنت 12 بالليل هون بلبنان وما في استوديو اقدر سجل فيها اوديشن، رجعت على البيت وسجلتها بالتليفون تبعي فويس ميمو وبعتها. سو اكيد بروفيشنالز اعتبروني مجنونه انه ما حدا بيبعت فويس ميمو، بس حسيت انه القدر اذا غنيه لإلي او هيدا الشيء لإلي رح يصير، وهيك صار. هي لها 4 سنين القصه يعني، بس هالشيء هو كان من مثل اول محطه كبيره لإلي وفتحت لي ابواب كثير لاقدر كمل الاشياء اللي عم بعملها. والغنيه بعدين من بعد ما رحت وسجلت بال اي ب 24 ساعه بعثوا لي التيكت ورحت، عرفت انه في برادلي كوبر، كريستيان بيل، ايمي ادمز. ما كنت متوقعه يعني، ما كنت عارفه كل هالاشياء. ونالت او ترشحت لنيل جائزه الاغنيه. ميسا، خبرينا عن هوايتك او عن كتابه كلمات اغنيتك وعن الستيل اللي اتخذتيه لنفسك بالدمج بين الشرق والغربي بالموسيقى. حسيت بالاول انه إذا أنا بأمريكا كيف بدي أقدر إني حبيت إنه أكون أكثر على الانترناشونال سين تأبني هيدا الجسر بين الغرب والشرق، وهذا هو شيء مش لأنه حسيته ترندي، بس هيدا الشيء هو لأنه هو أنا. نعم. بلشت عملت تريننج أنا كلاسيكال ميوزك، وحبيت بحب كمان الموسيقى الغربية، وصرت أقول إنه شو بعمل، بتبع الموسيقى الغربية لأكون مثل الكل أو تكون أنا ترندي مثل الباقي، ولا بجرب بحس إنه كون أكتر أوثنتك مع حالي وأعرف أنا عن جد شو الشيء اللي بحبه. عملت بغني بالعربي وغني بالغربي، وحسيت أنه عن جد الأيدنتيتي تبعي هو هذا الدمج بيناتهم. وكمان بكتب وبلحين، وحسيت أنه ما حبيت أنه حدا يجي يقول لي ميسا هيدي غنية كتبتها لإلك، بدي إياك أنت تغنيها هيك وتوقفي هيك، وحسيت أنه لا، هيدا الشيء لازم يجي مني، هيدي قصة لازم أنا أحكي عنها، وحب أني وصل هيدا المسج للعالم. مشان هيك الالبوم اخذني شويه وقت، لانه الواحد ما فيه يعمل بريشر على الكرياتيفيتي تبعه. وسو هول الاغاني كلهم اغاني حبيت قصص حبيت احكي عنهم وكتبتهم مع بروديوسرز ورايترز بامريكا، وهلا وي ار اولموست ريدي تو لانش يعني، وعم نصور الميوزك فيديوز بلوس انجلوس
واكيد رح ضل مع التواصل مع العالم العربي لانه بعرف انه اول عالم بحب ينبسطوا لي وبحب مثلهم بالطريقه الحلوه قد ما في الميك اب العالم. جميل. يعني سنشاهد الآن لقطات من أغنية عربية وأيضا غربية غنيتيها حضرتك، خلينا نشوفها سوا. يعني تفضلي. حفلك الأخير في أمريكا في ميامي كان بمناسبة اليوم العالمي للإيدز، لأي درجة بتحس أنك ممكن توعي صوتك توعي موهبتك لخدمة قضايا إنسانية؟ بفتكر أنه الفنان هو المسج تبعه هو أنه يقدر يوصل الحكي للشخص شو إحساس العالم وشو في شيء يقدر الشخص أنه هيدا كان كونسرت بميامي بالأمفيثياتر it was a very big amphitheater وكان أنه لهالعالم تساعد هيدا الجمعية الإنسانية وأكيد من خلال الموسيقى بحس أنه it's the best way to gather people وأنه كمان نوعيهم على الأشياء اللي هن ما كتير بيعرفوها. وبحب خبر عن الغنية اللي قطعت هلأ أنه من بعد White Rabbit بالفيلم صار ينطلب مني انه اعمل انه هدول الاغاني اللي هن اغاني مشهوره بالعالم الغربي بالانجليزي سوري بالعربي ومش اني انا عم ترجم اغاني بس حسيت انه كيف بدي بين لغتنا وثقافتنا وموسيقتنا لهالعالم بطريقه انه جديده وطريقه يحبوها. اذا غنيت غنيه بالعربي ما رح يفهموها اوتوماتيكلي رح ما رح يحبوا يحضروا الغنيه. قلت انا This trend happened for a reason. من بعدها غنيت لبوب سيجر يلي هو من أشهر موسيقيين الروك بأمريكا وعملت غنيته بتريبيوت كونسرت تبعه بديترويت وتعرفت على هيدا الغنية اللي قطعت هلأ هي غنية لبينك فلويد اسمها Comfortably Numb واللي عم بدق معها ساكسوفون هو سكوت بيج اللي كان يلعب ساكس مع بينك فلويد مع فرقة بينك فلويد وتعرفت عليه بلوس أنجلوس وقلت له أنه هيك 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 أنا عم بعمل قال لي واو let's do another song together وخفت ما يغير خفت يغير رأيه سو بثلاث أيام حطيت كل الغنية وعملنا الأدابتيشن وعملناها. وهلأ سكوب جديد لقلكم أنه في ديفيد بوي اللي هو كمان it's a musician he's الراحل ديفيد بوي من his English كمان مع الأوريجينال باند تبعه عملنا غنية سبيس أوديتي كمان بالعربي والعالم عم تتجاوب بطريقة كتير حلوة لأنه they are interested to know وحتى هالموسيقية يلي هن legends عم بيقولوا لي إنه واو we love your culture منحب موسيقتك منحب هالتقاليد شو هن هالإنسترومنتس العربي القانون العود عم بيكونوا كتير عم بيتجاوبوا بطريقة هاي الأغنية حلوة. رح تنزل ضمن الألبوم الجديد خلال أشهر أم لحالها؟ لا لحاله هولي صاروا ترندز ألبومي هو كله باللغة بالإنجليزي هنا أغاني بكتبون وحبيت أنه دخل فيهم الموسيقى العربية بس بالموسيقى بس مش باللغة يعني صار حكينا كتير صار عبالنا نسمع نسمعك لايف معنا بس عاوزين نسمع عربي يلا يلا ما زلت سمعته إنجليزي هلأ أنا أفرح غنية نحن والقمر جيران بيته خلف تلالنا بيطلع من قبالنا بيسمع الألحان نحن والقمر جيران عارف مواعيدنا وتارك برميدنا أجمل الألوان ويا سهرنا معه بليل الهنا مع النهدات وياما على مطلعه شرحنا الهوى غيوة حكايات نحن والقمر جيران لما طلوا زارنا عقناطر دارنا ورش رش المرجان Thank you.
حلو كتير. جميل جدا. سؤال أخير لك ميسا، مين بيهتم فيك اليوم إنتاجيا ومن في حدك من فريق أعمال؟ عندي تيم من عالم مش بس professionals بس عالم هن team players. بحب إنه حس حالي surrounded by professionals بس كمان عالم بحبهم كأصحاب وعالم عن جد بيعطوني positive energy. So I have a team of musicians. وجينا كمان هالصيفية على مهرجانات الذوق، كنا 15 شخص من أمريكا، وإجا معي تبع بينك فلويد والبيس بلاير تبع ديفيد بوي، وجنوا وقتها وصلوا على جميل لبنان. جدا. ومدير أعمالي اللي هو كان مدير أعمال برينس على 7 سنين وجينيفر لوباز على 2. So I have a very good team ومبسوطة أنا كنت سرعودة بعالم. كل التوفيق لك المغنية اللبنانية الأمريكية ميسا قرعة، و مترقبين لجديدك وأعمالك المقبلة. شكرا لك. مشاهدينا ترافقنا على مدى 3 ساعات بفقرات متنوعة وعديدة، نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم. شكرا لكم مشاهدينا، كنتم معنا على مدى هذه 3 ساعات، نتمنى أن تكونوا قد قضيتم برفقتنا وقتا ممتعا. شكرا لمتابعتكم ونلتقي غدا طبعا بفقرات جديدة، تابعونا. إلى اللقاء. إلى اللقاء.